بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش. اسبوع جديد بدا دلوقتي حالا، يستمر كالعاده لمده 5 ايام. نتابع خلال الايام الخمسه كل الاحداث الرياضيه، كل يوم ساعتين، وخلال الساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا باذن الله. منورنا جدا، وحشتونا جدا 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 في ايام اجازتنا الخميس والجمعه المعتاده من كل اسبوع. النهارده يا جماعه، بغض النظر عن خساره تشيلسي 5-2 من ويست بروميتش، فهو يوم حلو جدا، وبغض النظر عن اداء الاهلي كمان في ماتشه مع المريخ، يوم حلو جدا جدا على المستوى الرياضي وعلى المستوى حتى المصري عموما باللي احنا عاصرناه النهارده. النهارده الاهلي بيتاهل رسميا الى الدور المقبل، بيعبر دور المجموعات الى دور اعتاد ان يعبره او ان يصعد اليه باحثا عن لقب هو اللي بيحمل لقبه، بطوله دوري ابطال افريقيا، بعد ما نجح في التعادل مع المريخ السوداني بنتيجة 2-2 رغم التأخر طوال 80 دقيقة من زمن المباراة. أي نعم، الأهلي عمل مباراة من أوحش مبارياته. أي نعم، الأهلي فاجئنا بأنه نجح في تسجيل هدفين رغم الأداء الهزيل الضعيف على كل المستويات، لكن بالمناسبة حتى لو كان الأهلي اتغلب بنتيجة 2-0 كان هيتأهل إن شاء الله، كان هيبقى رسمي برضه. لكن فكرة انك اتعادلت دي الجانب الوحيد الايجابي في اداء الاهلي النهاردة، انك رغم هذا الكم من السوء عرفت تاخد نقطة وترفض الخسارة خارج ارضك، ده المكسب الرئيسي، لانه كده كده التأهل كان جاي بالتعادل او بالخسارة. دي اول حاجة حلوة النهاردة، الاهلي تأهل الى دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا بعد التعادل مع المريخ، مرافقا سيمبا اللي تأهل متصدرا قبل جولة من ختام المجموعة. الحاجة التانية الحلوة على مستوى الكورة، الزمالك النهاردة بيواصل التمسك بالأمل، أو بيظهر أول إشارة في دور المجموعات السنة دي إنه عايز يتمسك بالأمل بعد 4 مباريات حزينة جدا جمع خلالها الزمالك نقطتين بس. النهاردة الزمالك لما استشعر القلق واستشعر إنه حط نفسه في موقف وحش جدا، ظهرت مسؤولية لاعبيه ونجحوا من أرض الجزائر في تحقيق فوز مهم جدا على مولودية الجزائر بهدفين دون مقابل، علشان الزمالك يقول أنا أروح للجولة الأخيرة وأنا لسه عندي أمل، ما بقاش اسمي خرجت من الجولة الخامسة، أكسبها إن شاء الله وأبقى اسمي عملت اللي عليا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو على الأقل لإنقاذ شكلي كلعيب أو شكلي كجهاز فني، وأروح الماتش اللي جاي بقى أكسب ويمكن ربنا يكرمني والترجي يساعدني ويكسب المولوديه اللي انا كسبته، وده مش بعيد، مش بعيد لو اتكلمنا كوره يعني. فالنهارده الزمالك الحقيقه انه مش بس فوز، بل كمان باداء جيد جدا، بل كمان برجوله حقيقيه، بدايه من حارس المرمى جنش، مرورا بلاعبي الدفاع اللي صمدوا في وقت هجمات المولوديه، انتهاء بالمهاجمين اللي عرفوا يخلصوا الفرص بطريقه تيبيكال باتريس كارتيرون. كارتيرون اللي عمل ماتش وحش قوي قدام الترجي الماتش اللي فات بعد يومين من انضمامه للفريق، النهارده بيلعب مباراه بتاعه كارتيرون السنه اللي فاتت قبل ما يمشي ويرجع. كارتيرون اللي بيعرف ازاي يشد الفريق المنافس اللي عايز يكسب ناحيته ويروح 1 2 3 ضارب الضربه السريعه بكذا نقله ينتقل بيها يسجل ويرجع مره ثانيه. فالزمالك النهارده عمل ده باداء جيد جدا، كاد او كان من الممكن ان يسجل اكتر من هدفين ويعبر، لكنه اكتفى بهدفين وحصد نقاطا 3، اول انتصار لي هذه المجموعه، ويبقى رصيده 5 نقاط متمسكا بامل قد يكون لسه بعيد لكنه في النهايه ما زال موجودا احسن مما فيش. وبين المباراتين حدث جميل جدا، دايما دايما فخورين بمصريتنا، لكن حلو جدا انه من وقت للتاني تعيش هذا الاحساس الرائع من الفخر بانك كمصري قادر على كل شيء. الزميل أحمد موسى وإحنا بنتابع تغطيته من الساعة 5 النهاردة عمل هاشتاج اسمه مصر تبهر العالم، والحقيقة أنه ده أدق توصيف للي حصل النهاردة. مصر استغلت هذا الحدث اللي العالم كله بيتفرج عليه في إظهار قدرتها الحقيقية على إبهار الجميع. مفيش حد النهاردة جسمه ما أشعرش من الفرحة ومن السعادة ومن الفخر، فخر بالماضي وانت بتشوف المومياوات اللي بقالها 7000 سنة وأكتر وهي بتنتقل عبر القاهرة إلى متحف، من متحف المصري إلى متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وهو
في هذه الطريقة الرائعة من التنظيم، كل حاجة من التوقيت، من التنظيم، من الترتيب، من الشكل المبهر، من الموسيقى الرائعة، من الشياكة المبهرة، من الإضاءة العظيمة، وانت بتشوف التاريخ والحاضر وربما بإذن الله المستقبل وهم بيجتمعوا علشان يظهروا عظمة مصر. كل دي حاجة لازم تستدعي الفخر، وانت بتشوف كل المصريين من شعب وقيادة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم بيجتمعوا علشان يظهروا هذا المظهر الرائع ما بين الماضي والحاضر. وبالتالي هو يوم حلو جدا. تاني بقول بغض النظر عن اللي حصل لتشيلسي، وان كان دي حاجه ما ينفعش نغض النظر عنها، لكن هنتكلم عنها كمان شويه. المهم ان هو يوم لطيف جدا، ان شاء الله يكمل بتاهل الزمالك زي ما تاهل الاهلي، ونتكلم بقى في شويه تفاصيل. الاهلي ظهرا في السودان امام الفريق اللي لم يجمع الا نقطه واحده بس من الاربع مباريات اللي فاتت، تعب اعصابنا مش بس على مستوى النتيجة، لأن النتيجة زي ما قلنا كان الأهلي مريح نفسه الحقيقة الماتش اللي فات بفوز خارجي على فيتا كلوب، لكن الأهلي النهاردة تعب أعصابنا بالأداء الوحش قوي اللي حصل النهاردة، بالقلق اللي سربه لنفوس المتابعين من أنه النتيجة ممكن تبقى أكتر من 2 بعد ضربة جزاء مهدرة كادت تضيف الثالث، وبعد عدة فرص خطيرة للمريخ الضعيف اللي كان ممكن يسجل لولا انه الحظ تألق، وان محمد الشناوي تألق، وانه ربما تغييرات متأخرة اعادت الاتزان للأهلي شوية مع ارهاق وصل للاعبي الفريقين مع خبرة لعيبة الأهلي، خبرة وروح، حتى وان كانت الروح مش ظاهرة طول المباراة، نجح الأهلي في انه يسجل هدفين متأخرين بضربة جزاء لبنون، احد اضعف أداءاته اللي عملها من ساعة ما انضم للأهلي، إن لم يكن هو الأضعف بالفعل على مستوى بنون من ساعة ما انضم للأهلي، وبعد كده بيسجل هدف عن طريق المدافع الآخر ياسر إبراهيم برأسية من عرضية محمد مجدي أفشة. نقطة حلوة، الميزة الوحيدة إنك غير إنك تأهلت إنك رفضت الخسارة، بغض النظر بقى عن كل الكواليس الوحشة اللي كانت جوه المباراة، هي فعلا مباراة وحشة قوي، لازم جدا جدا يتعامل معاها موسيماني بانه يدوس على نفسه هو كمان، لانه مش بس لعيبه الاهلي هي اللي تستحق القرص، لكن هو كمان موسيماني على مستوى التشكيل وعلى مستوى الكسل اللي كان في لعيبته هو كمان يستحق عليه اللوم. دي القرصه الاهم. لكن تبقى المشكله الابرز هو ان الاهلي فرط في الصداره رسميا، وسيمبا اللي كسب 4-1 على بيتا كلوب بقى متاهل كمتصدر. طبيعي جدا ان الاهلي اللي خد اللقب السنه اللي فاتت كان تاني، فعادي جدا ان البطل يبقى تاني او اول، اهم حاجه انه تاهل، لكن برضو انك تفرط في الصداره بهذه السهوله ده الامر الخاطئ الاكبر في مشوار الاهلي النهارده او في لقاء الاهلي النهارده. تعادل 2-2، مبروك للاهلي التاهل، مبروك لكم انتوا كمان. مهم جدا انه يبقى في تدقيق على الاخطاء لكن بلا قسوه، لان الاهلي تاهل وده الهدف الاهم في النهايه مع تصحيح الاخطاء حتى لا تتكرر. تعالوا نستعرض التشكيل الاهلي النهارده ونمسك نقطه نقطه في اداء بعض اللاعبين. النهارده بطريقه 4-4-2 ونفس الطريقه باللعيبه اللي لعبوا مباراه فيتا كلوب قبل التوقف الدولي، محمد الشناوي هو اللي حرس المرمى قدامه بدر بنون وياسر ابراهيم، يا ايمن اشرف لعب ناحيه الشمال في غياب علي معلول المصاب، محمد هاني لعب ناحيه اليمين كظهير ايمن دائم، عمرو السوليه واليو ديانج في نص ملعب، قفشه يمينا، اجاييه يسارا، محمد شريف ومروان محسن في المقدمة. محمد هاني لم يكن في أفضل حالاته، كان في مساحات كبيرة قوي من وراء، واضح أنه كان واخد تعليمات يتقدم، لكن واضح أنه قفشة ما كانش سنده، واضح أنه هاني ما كانش في قمة تركيزه، فكانت الخطورة كلها جاية من ناحية الشمال لفريق المريخ. لكن الواقع أنه مش بس محمد هاني اللي ما كانش في أحسن حالاته، بدر بنون في الهدف الأول كرة طولية غريبة جدا أن يطلع مهاجم من وسط 3 مدافعين ويلعبها بالرأسية دي بدون قفزة حتى من بدر بنون، ده غير ضربة الجزاء اللي عملها بنون وهي الكرة في اتجاه عكسي للمرمى وبالتالي مش محتاج تعمل ضربة الجزاء دي. ياسر إبراهيم بهدف سجله أعاد بيه للأهلي المنظر الجيد، بدل ما تبقى خارج مغلوب بأداء وحش فبقيت خارج متعادل بأداء وحش. أيمن أشرف أداء جيد إلى حد ما، لكن برضو كانت في أخطاء وقع فيها هددت مرمى محمد الشناوي اللي اتعصب قوي، ولينا هنا كلمة. عمرو السوليه وأليو ديانج نص ملعب كان مفقودا بسبب غياب الدعم سواء من أجاييه أو من قفشة، محمد شريف ضيع فرصة انفراد خطيرة كانت ممكن ترجع الأهلي مبكرا للمباراة في الشوط الثاني من بدايته، مروان محسن لم يكن
او لم يصل اليه الفرص، فبالتالي لم يظهر، وبالتالي خرج حتى مبكرا ونزل بواليا اللي نزل ضيع راسيه كانت برضو ممكن ترجع للاهلي المباراه بدري شويه بدل الهم اللي كان في شكل الفريق النهارده. الحقيقه انه لقطه محمد الشناوي مع محمد هاني هي اكبر معبر عن شكل الاهلي. لو انت ما اتفرجتش على المباراه ممكن تشوف اللقطه دي وتفهم ازاي الاهلي كان وحش جدا دفاعيا بالدرجه اللي خلت محمد الشناوي يروح لمحمد هاني بعد كره ضايعه مش جت في مرماه يقول له ارحموني، وبيشاور حط رجلك ما تخلوش يشوط. الكره كانت هتتحول الى الهدف بدل ما تخبط في المرمى او في الدفاع وتتحول الى ضربه ركنيه لولا صافره الحكم بملكت سيما. فقال لهم حصل التحام كبير، يعني لولا تدخل او يمكن تدخل بدر بنون وياسر ابراهيم هو اللي خلى اللقطه بقت فيها عصبيه من الشناوي اكتر من العصبيه اللي كان فيها. محمد هاني واضح انه كان رافض نصيحه كابتنه محمد الشناوي، والثنائي الحقيقه من الاسماء المحترمه والهادئه، لكن دي اكبر معبر عن الظروف اللي الاهلي كان بيعيشها في الشوط الاول اللي كادت تنتهي بنتيجه مرعبه، لكن الحمد لله قدر ولطف زي ما بنقول. فكان المشهد اللي احنا شفناه ده هو اكبر معبر، مشهد غير مطلوب مهما كانت صفات القياده اللي الناس بتتكلم عليها في محمد الشناوي، فهي ما توصلش لمرحله انه ثلاثه يبقوا بيمسكوه يعني ويلحقوه، عشان دي ما بتعبرش ولا عن قيمتك ولا عن قيمته ولا عن قيمة النادي الأهلي على أي حال. لكن اللي عجبنا في النهاية إن هما الاتنين بعد ما اتصافوا بين الشوطين قرروا إن هما ينزلوا زي ما أظهروها قدام الناس في الشوط الأول يظهروها في الشوط الثاني بالعكس تماما، إنه إحنا اتصالحنا وإحنا كنا بنتكلم بس في الكورة ودي نرفزت ملعب. فكانت لقطة مهمة جدا إن هما وصلوها قدام الناس في النهاية. دي كانت أكبر معبر عن شكل المباراة النهاردة والأداء اللي ظهر بيه الفريق الأحمر. في لقطة تانية بقى بعيدا عن المباراة لأن هي كانت كواليسها قبل المباراة. عرفنا التشكيلة ال 11 الأساسيين وعرفنا البدلاء بتوعهم اللي موسيماني استخدم منهم أربعة بس النهاردة مش خمسة، وعرفنا مين المستبعدين، ومن هؤلاء المستبعدين كان صلاح محسن. ليه صلاح محسن طلع ترند النهاردة على تويتر؟ ما تتخضش هشرح لك. اللي حصل امبارح إنه مساءً أو ممكن تقول في ساعات مبكرة من صباح اليوم اللي أنت عندك فيه مباراة الساعة 3 العصر، كان صلاح محسن على كلاب هاوس. كلاب هاوس هو أبلكيشن فيه زي يعني رومز ما بين حاجات جد قوي وحاجات هزار قوي، الناس بتجتمع عليها وبيقعدوا يتكلموا زي بصوت لو أنت ما استخدمتوش، هو شوية بيشد قوي، فممكن واحد يبقى متابعه بقى كمان كأنه راديو يعني، وأنت كمان مشارك فالناس بتقعد تتكلم. صلاح محسن عضو في هذه او في هذا الابلكيشن زيه زي عدد كبير من اللاعبين. دخل قبل كده والناس اشتكت انه ما ينفعش تبقى موجود في وقت زي ده على الابلكيشن، فراح هو بقى ايه تفتق ذهنه عن فكره، طب ايه رايك اغير صورتي واحط صوره طفل صغير على ما يبدو انه ابنه؟ فراح مغير الصوره وحط صوره ابنه. فالناس بتتكلم في الروم يا كابتن صلاح الساعه 3 الفجر. قال لهم يا جماعه ما تقولوش كابتن، يا جماعه ما تفضحونيش، يا صلاح. بعديها واخد بالك كابتن صلاح، يا جماعه ما تقولوش يا كابتن. في ناس بقى راحت مصوره، اولاد حلال مصوروا اللقطه ديت وراحوا بعتوها مساء لاداره النادي الاهلي او اداره فريق الكره، وصلت للكابتن سيد عبد الحفيظ فامر باستبعاد اللاعب وبالتالي خرج من قائمه الفريق الاول. لقطه وان كانت غير مؤثره على شكل الفريق لانه صلاح محسن غير اساسي، لكنها في النهايه مؤثره على مستوى شكل الاهلي وعلى مستوى انضباط الاهلي وعلى مستوى انك ازاي تركز كمان في انه انت رايح لفين يا صلاح. مهما كانت تفاهتها، مهما كنت انت عارف انك مش هتلعب مثلا النهارده، ففي الاخر انت بتعبر عن صوره الاهلي وعن صورتك انت كمان، فكانت لقطه مش بسيطه يا صلاح مهما كنت شايفها بسيطه، فهي كان لابد فيها من تقويم وده اللي حصل من جانب النادي الاهلي، وبسبب ده استبعد صلاح محسن من قائمه فريقه النهارده. طيب نروح بقى لماتش الزمالك والمولوديه اللي شوطه الاول كان رائعا، وزي ما قلنا تيبيكال باتريس كارتيرون. كارتيرون لعب النهارده بتشكيله بعد ما خلاص درس كل لعبته الجداد منهم والقدام اللي حالتهم كانت حلوه قبل ما يمشي وبقت وحشه، او حالتهم كانت حلوه ولسه حلوه، فكانت تشكيلته كالتالي. المتالق والمستعيد لمستواه واللي موده رايق بعد انضمامه للمنتخب جنش قدامه في
خط الدفاع محمود علاء ومحمود الونش، والاثنين عملوا مباراة كويسة. حازم امام ناحية اليمين، حمد الله على السلامة بيعود للمشاركة، احمد ابو الفتوح ناحية الشمال يعيبوا شوية الاستعراض اللي ممكن يلبس الفريق شوية، طارق حامد وفرجاني ساسي في نص الملعب. فرجاني ساسي مهما اتكلمنا فهو لاعب امكانيات مختلفة تماما، رغم انه الرقم اللي طالبه كبير، لكنه في الاخر لمسات لمسات بتخلص لك مباريات. وتحديدا اكتر حد ممكن يحب فرجاني ساسي هو اللي بيلعب بطريقه كارتيرون، يعني كارتيرون، لانه هو انا عايز اللعيب اللي انا افضل اعرف اجرجر بيه المنافس وبلمسه واحده يوصلني الناحيه التانيه فجاه، وده فرجاني ساسي بيعمله. عشان كده هتلاقي فرجاني ساسي بيتالق مع كارتيرون قوي، وهتلاقي كارتيرون عمره ما يستغني عن فرجاني ساسي. ده لعب جنبه طارق حامد، عمل مباراه دفاعيه كويسه مع غلطتين كاداه او كادتا يعني تمثلان خطوره على الزمالك، لكن قدامه شيكابالا هو اللي بدأ النهارده. ولكن الأمر ما كانش مفاجئ، لأن الصبح عرفنا إن زيزو اتصاب، ولكن عمل مباراة ممتازة في دقائق اللعب اللي لعبها 60 دقيقة، وتحديدا في الشوط الأول هجوما ودفاعا. أشرف بن شرقي لعب ناحية الشمال، لكن ما كانتش أحسن مبارياته، مش مركز قوي، لمسات مش دقيقة، لكن في النهاية كان ليه برضه أدوار دفاعية جيدة برفقة أحمد أبو الفتوح. يوسف أوباما اللي بيعرف يتحكم في رتم الزمالك، وفي المقدمة مروان حمدي اللي كاد يسجل، لكن لو خرج مروان عشان مش عاجبك فهينزل حميد أحداد اللي أكيد برضه مش هيعجبك. فالزمالك ما زال يعاني هجوميا في غياب الراحل إلى الإعارة مصطفى محمد. حصلت تغييرات بعد كده، عبد الله جمعة نزل مكان شيكابالا ولعب زي ما شيكابالا كان بيلعب قدام حازم عشان يدعمه في نص الملعب، مع كمان مروان حمدي زي ما قلنا خرج ونزل حميد أحداد. لكن الزمالك النهاردة كانت مباراة حلوة قوي، أداء حلو قوي، فوز مهم قوي، بتأجل بيه حسم البطولة، حسم البطاقة التانية مع الترجي التونسي اللي خسر النهاردة من تونجت، ودي نقطة مهمة إيجابية. تونجت بفوزه على الترجي حرمه من الصدارة لحد الجولة الأخيرة، وبالتالي الترجي التونسي اللي اتغلب 2-1 النهارده هيدخل مباراه المولوديه اللي جاي وهو عنده طموح، مش بلا اي طموح. لو كان كسب النهارده هو دلوقتي متاهل لكن مش متصدر، فاكيد هيلعب على مباراه المولوديه انه ما يخسرش. نتمنى يلعب انه يكسب، مش انه ما يخسرش يعني يتعادل، لانه لو يتعادل مع المولوديه فالمولوديه هيبقوا يعني لو تعادل مع المولوديه ممكن يبقى المولوديه برضو يصعد، احنا عايزينه الترجي يكسب. فالميزه النهارده ان الترجي بقى داخل المباراه اللي جايه بطموح، فممكن يبقى عايز يلعب بمباراه كويسه مش براحه شديده، لانه برضو الترجي اكيد حاسبها، انا مش عايز الاعب اوائل المجموعات، مش عايز الاعب سان داونز، مش عايز الاعب الوداد، فخلينا لاعب التواني، يمكن يبقى اكيد برضو مش عايز الاعب الاهلي اللي هو التاني، لكن برضو يبقى يمكن حد غير الاهلي يجي لي يعني. ايا كان النهاردة الفوز بتاع الزمالك خلى الطموح لسه قائم، وخلى الزمالك يبقى عارف انه لازم يكسب الماتش اللي جاي برضو، وده المهم. انت كسبت النهاردة، اكسب اللي جاي، وعلى الاقل استرد جزءا كبيرا من احترام الناس بغض النظر عن تأهلت او لم تتأهل، وان شاء الله يكون الخيار الاول هو اللي قائم. تعالوا بقى نستعرض مع بعض نتائج كل حاجة، لكن قبل ما نستعرضها تعالوا الاول نقول ايه اللي حصل في قصة زيزو النهاردة. صباحا لقينا صورة أحمد سيد زيزو منزلها على إنستجرام وهو بيقول الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، وصورة لرجله وهي ملفوفة بكبيرة. إيه اللي حصل؟ امبارح زيزو اتمرن بشكل طبيعي بدون أي إصابة، لكنه شعر ببعض الآلام، حس بوجع في رجليه، لكن وجع يحتمل، وجع ما يخلوش يقعد وما يخلوش ما يتمرنش وما يخلوش يغيب عن المباراة، وهو بيلعب عادي من غير أي التحام ولا التواء ولا وقع على الأرض. رجعوا الفندق اللعيبة، وهو فجرا صحي على وجع تاني في رجليه أكتر، هذه المرة كان الوجع قوي. صباحا نزل وهو لسه بهذا الوجع، فحصل على بعض المسكنات مع لف رجله في جبيرة علشان لما يرجع القاهرة يبقى الموضوع يتعمل عليه أشعة بإذن الله. وطبعا زيزو في النهاية وصل مع الفرقة لأرض الملعب ونزل صورة حتى من صفحته على إنستجرام بقلبين قبل انطلاق المباراة، وهو أكيد زي غيره سعيد بنقاط ثلاث مهمة جدا. سلامتك يا زيزو وترجع بالسلامة، وإن شاء الله تكون بسيطة لما ترجع إلى القاهرة وتتعمل الأشعة. إيه بقى اللي حاصل في كل حاجة؟ في فرق اتأهلت كمتصدرة، في فرق اتأهلت بس ولسه ما تحددش الصدارة، في فرق لسه بتبحث عن التأهل إلى الدور المقبل، من بينهم مثلا الزمالك، والنتائج
كانت امبارح والنهارده كالتالي قبل ما نشوف المجموعات. امبارح بدأت المباريات بالجولة الخامسة بمباراة واحدة بس كان فيها أو مباراتين اتلعبوا وحددوا لنا شكل المجموعات بقى عامل إزاي، وفي نفس الوقت النهاردة كملت بقى باقي الجولة الخامسة انتظاراً للأسبوع اللي جاي جمعة وسبت اللي هيتحدد فيه خلاص كل حاجة، مين الاتنين اتأهلوا ومين فيهم الأول ومين فيهم التاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا علشان نعمل بعد كده القرعة ونشوف مين اللي تأهل. المجموعات بقت شكلها عامل كالتالي. المجموعة الأولى سيمبا تأهل وكمتصدر ب 13 نقطة، وحكايتك يا سيمبا، لكن أعتقد إنه يبقى حتى الآن هو أضعف المتصدرين اللي تأهلوا، يعني أكيد اللي في المراكز التانية غير الأهلي مش هينفع يلعبوا، أكيد برضه هيبقوا باصين على إن يا ريت نقع في قرعة سيمبا، لكن هو فريق مش وحش، لكن بتكلم إن هو أقلهم تاريخا وأقلهم إمكانيات. الأهلي تأهل النهارده بثمان نقاط رسميا، المباراة اللي جاية بين الأول والتاني لكنها لن تحدد أي شيء اكتر من الاهلي اكيد هيرفض انه يبقى اتغلب من سيمبا ذهابا وما يكسبوش ايابا. بيتا الكونجولي ودع البطوله باربع نقاط النهارده ويلتقي مع المريخ السوداني صاحب النقطتين في الجوله الاخيره في مباراه بلا اي فائده. المجموعه الثانيه سان داونز تاهل ب 13 نقطه وكان امبارح تعادل مع الهلال السوداني اللي بقى معاه اربع نقاط. شباب بلوزداد معاه سته بعد ما كسب مازيمبي الكونجولي وودع بهذه خسارة مازيمبي البطولة مبكرا بنقطتين بس، وحاجة يعني صعبة جدا في تاريخ مازيمبي المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا خمس مرات سابقا. وبالتالي شباب بلوزداد والهلال كل واحد فيهم بيتصارع على البطاقة الثانية برفقة سان داونز. المجموعة الثالثة الوداد تأهل بعشر نقاط لكن لسه ما حسمش الصدارة، والبطاقة الثانية محصورة حاليا ما بين حورية كوناكري الغيني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، كلاهما يمتلك نفس الرصيد 8 وبترو أتلتيكو الأنجولي ودع بنقطة واحدة، والتاني والتالت دول هيلعبوا بعض في الجولة الأخيرة. المجموعة الرابعة الترجي التونسي تأهل بعشر نقاط، المولودية توقف رصيده النهاردة عند 8، الزمالك بقى معاه 5 عايز يكسب الماتش اللي جاي. تونجت اللي لسه عنده أو اللي ودع البطولة خلاص لكن أكيد عايز يعني يبقى يكسب، عايز يقع، عايز يبقى خرج مش رابع يبقى خرج تالت. فالزمالك لو كسب ان شاء الله هيبقى زيه زي مولوديه 8 اللي لازم بالنسبه للزمالك المولوديه يخسر من الترجي، ساعتها يبقى الزمالك 8 والمولوديه 8 والمواجهات المباشره تحسم تاهل الزمالك برفقه الترجي التونسي يا رب. ده شكل المجموعات حاليا بعد الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا كما تابعنا اليوم. طيب بعيدا بقى عن اللي حصل في دوري الابطال، فخلال الأجازة حصلت كام قصة كده مهم جدا إن احنا نتكلم مع حضراتكم عنه. رقم واحد هي في بيراميدز. من إمتى؟ والله نسيت أراجع بس التاريخ كان إيه، بس من فترة طويلة كان في مباراة لبيراميدز مع البنك الأهلي، مباراة الأرض الصعبة اللي هي كانت في ملعب الشرطة اللي هي خلصت تعادل سلبي، واللي بيراميدز طلع اشتكى جدا وقتها من ملعب الشرطة. حكيت لكم خبر انه احمد فتحي احد اهم نجوم منتخب مصر في العشرين سنه اللي فاتوا اتضايق ورفض ان هو يتبدل، واتبدل بعديها عمر جابر، وقلت لكم بعد كده واتنفى، وعمر وكابتن احمد فتحي كان متضايق من الخبر لكن هو قلت لكم انه حقيقي وانا مصمم عليه. بعدها بشهور بتطلع القصه للسطح مره ثانيه. احمد فتحي كان مصابا ولكن حتى بعد الاصابه مشاركاته مش كبيره، فالواقع ان هو راح اتكلم بعصبية، ودي الحقيقة مش بسبب ان هو شخص يعني سيء، هو شخص عنيف، يعني هو شخص سخن قوي حامي قوي فبيتعصب لكنه طيب. فهو اتعصب لما لقى انه بيلعبش، وانا مش جاي هنا عشان ما العبش. الماتش بتاع البنك الاهلي وبيراميدز كان يوم 8/1، زميلي منير فكرني، شكرا جزيلا منير. فالاتنين بقى في بينهم جدال، فكابتن هاني سعيد المدير الرياضي تدخل فحصل الجدال. احمد فتحي لما بيقرر انه يزعق ما بيفرقش، فزعق فراحوا وصلوها لممدوح عيد. ممدوح عيد اللي هو وكيل احمد فتحي سابقا وهو المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، ممدوح عيد قرر يتدخل. طب ما تيجوا نشوف ايه التفاصيل بما انكم بتحبوا تشوفوها صوت وصوره، يلا بينا. قصه احمد فتحي مع بيراميدز وصلت لفين؟ لأن ميدو تدخل فيها ووصل فيها الخلاف إلى عزه. بداية أحمد فتحي دخل في خلاف حاد مع هاني سعيد بعد اعتراض
الظهير الأيمن على استبعاده من تشكيل أروى برينا الأساسي خلال الفترة الماضية. فتحي توجه بسيل من الاتهامات للكابتن هاني سعيد، أهمها أنه صاحب قرار استبعاده من حسابات المدير الفني، وأنه وراء الآراء الفنية للمدير الفني اللي تسببت في خروجه من الحسابات الأساسية. مش أنا، هاني سعيد خد الطريقة والأسلوب ده وراح للمدير التنفيذي لبيراميدز ممدوح عيد، اللي بدوره طلب أحمد حسام ميدو المستشار الفني والإعلامي بالتدخل لاحتواء غضب فتحي، وفي نفس الوقت تصويبه عن الطريقة التي تعامل بها. نقف هنا ثانية. اللي حصل بقى انه جت مكالمه تليفونيه ما بين اتنين زملاء ملعب عبر سنوات مع المنتخب، ميدو اكبر من فتحي بسنتين، لكن فتحي كابتن ميدو في المنتخب، لكن الاتنين بتجمعهما علاقه قويه وعلاقه يعني متميزه. ميدو ملوش دور قوي في القصه انه يحل قد ما هو بيهدي الاجواء، لان هو ده مش دوره، ولا مدير رياضي ولا مدير تنفيذي ولا مدير فني، هو صديق فتحي ومسؤول في النادي. فما تيجي نحلها يا ابني. مالك يا ابني، مش هتبطل بقى اللي انت بتعمله ده؟ فتحي اتعصب. تعالوا نشوف. فتحي احتد جدا على ميدو بعد نقاش بدأ هادئا وتطور الى اقصى درجاته، وانتهى باغلاق احدهما الهاتف في وجه الاخر. ليه بنقول احدهما الهاتف في وجه الاخر؟ لانه بحسب المصدرين اللي عرفناهم من مصدرين مقربين من الاثنين، كل واحد فيهم قال لنا ان هو اللي قفل في وش الثاني، فاحنا مش متاكدين يعني هل المصدر الاولاني صح ولا الثاني صح، فايا كان حد فيهم قفل في وش الثاني. فالمكالمه اتقطعت بين الاثنين بعدما انفعل ميدو وقال لفتحي انت مش ماضي عقدي في انك تلعب اساسي في بيراميدز يا فتحي، والراجل بيلعب بتلاتة ورا ومحتاج جناح بيجري كتير، وبالتالي ده متوفر في توفيق أكتر منك، ده مش تقليل منك. أنت لو الراجل احتاج واحد من التلاتة يتغيروا اللي هم أسامة جلال وأحمد سامي وعلي جبر، هيلعبك أنت كمساك، وده السبب إن أنت ما بتلعبش دلوقتي. فتحي كان اتعصب، فراح ميدو قال له ما تتكلمش معايا كده. فرد عليه فتحي بقى أنا أتكلم مع أي حد بالطريقة اللي تعجبني. احتد النقاش وما خلصش بس عند غلق التليفون، بل انه حصل بعد كده شجار على الواتساب بين الثنائي بحسب ما ورد الينا بعد انقطاع المحادثه. وقتها فكر فتحي في تصعيد حتى الامر بشكل قانوني لكنه لم يفعل. ايه اللي حصل بعد كده؟ جرت محاولات تهدئه للموضوع ما بين الاطراف كلها قبل ان يخرج فتحي بفيديو هادئ بالامس ويقول فيه انه زي اي لاعب بيبقى زعلان انه ما بيلعبش، لكنه كان مكشر قوي في الفيديو، هو جد جدا في ملامحه احمد فتحي. لكن اتمنى ان تكون القصه قد انتهت عند كده، انما دي قصه مهمه حصلت بالامس، تفاصيلها زي ما حكيناها لكم. طيب نروح للزمالك. اعتقد كنتوا بتقولوا لي حاجه من شويه في ودني، طيب بعد شويه. لكن بما اننا قلنا هنروح للزمالك، خلينا اقول لكم انه برضو في ايام اجازتنا الكابتن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك قرر تقديم استقالته، وده اعتراضا على أن الزمالك اللي قال كمجلس إدارة إحنا مش هنلعب أي ماتش في السلة إلا بعد النظر في شكوانا ضد قرار اعتبارنا خسرانين قدام الأهلي في السلة. فجأة بعد ما قالوا له كده طلع في التلفزيون قال القرار ده، لقى يوم الجمعة امبارح ماتش الزمالك بيتلعب مع سبورتينج بعد ما تقاله وقالوا هنطلع بيان نقول فيها ان احنا ما زلنا مصممين ومنحنا مهله، والزمالك طلع البيان لكنه حس انه ده تقليل منه وحس انه عدم حفاظ على حقوق نادي الزمالك، فقرر الاستقاله وارسلها الى مجلس الاداره اللي بقى موقفه من احنا مش عارفين نعمل ايه، وان ده الحل ان احنا نلعب المباراه ونشوف ايه اللي هيحصل. استقال الكابتن ابراهيم عبد الله، والحقيقه ان هو دينامو نادي الزمالك بغض النظر عن انت مقتنع بما يقوم به او لا تقتنع بما يقوم به، لكنه الأكثر حركة في مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الماضية. طيب هل الاستقالة هيتراجع فيها أو هيتم إقناعه بالعدول عنها؟ ما نعرفش، لكن هو ما كتبه أنه بيعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته في اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك الحبيب. قال أعلنت بالأمس قرار مجلس إدارة الزمالك بعدم لعب مباريات دوري السلة لحين رد مجلس إدارة الاتحاد على تظلم الزمالك. أبلغنا الجهاز الفني بهذا القرار أمس وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة، ثم فوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتينج ومشاركة الفريق فيها، لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه. لكن بعد لعب الزمالك المباراة وفوزه على سبورتينج طلع النهاردة اتحاد كرة السلة ببيان، وده الجديد بيقول فيها للزمالك ما معناه يعني شكرا أنك لعبت ماتش سبورتينج وأنا شكلت لجنة علشان
اشوف الشكوى اللي انت قدمتها لي بخصوص قراري انا ضدك في مباراه الاهلي. قال بيان السله انه قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه تشكيل لجنه للاستماع الى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشان العقوبات الموقعه بخصوص مباراه الاهلي في الجوله ال11 من بطوله دوري السوبر. اخطر اتحاد السله مسؤولي نادي الزمالك في خطاب رسمي عن قرار مجلس الاداره بتشكيل لجنه تضم دكتور مجدي ابو فريخه نفسه والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس المجلس وكابتن احمد كامل رئيس لجنه المسابقات اللي كانت طلعت القرار، ومن المقرر أن يخطر مجلس إدارة اتحاد السلة مسؤولي الزمالك غدا الأحد بموعد جلسة الاستماع لشكواهم. هل هيحصل جديد؟ لا أعتقد، لكن خلونا نشوف إيه اللي هيحصل في النهاية. نرجع بقى للكورة مرة تانية. معانا على التليفون الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم الكرة المصرية والزمالك السابق. كابتن وليد أهلا بيك. أهلا بيك، إزيك يا كابتن هاني؟ أخبارك إيه؟ حبيبي. كل سنة وأنت طيب. السلامة حبيبي. ببارك لك الفوز النهاردة، أول انتصار في المجموعة، ببارك لك استمرار الأمل للجولة الأخيرة حتى وإن كان لسه أمل مشروط، مبروك. الله يبارك فيك، وخلينا نقول يا هاني إن الانتصار ده وإن شاء الله المباراة القادمة كمان ده حفظ ماء الوجه، أو ده رد اعتبار يعني لجمهور نادي الزمالك على الأداء المخيب للأمال في البطولة. وان كان انا شايف ان المباراه النهائيه اللي هي الترجي والمولوديه اعتقد اللي هي هتخلص من دلوقتي، وانا بقول لك هتخلص تعادل. لان هو يعني مش هيبقى في فرصه احسن للترجي او المولوديه اللي هم خرجوا نادي الزمالك من البطوله يعني زي دي. لكن برضو خلينا نقول الامل قائم. وبس يعني الفوز بتاع النهارده وان شاء الله المباراه اللي جايه ده يخلي يرجع الثقه الزايده، الثقه الغائبه عن لعيبه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت وثقه الجمهور في الفرقه بتاعتها للتركيز للدوري يعني. أي. بنسبه كبيره، وانا شايف ان التركيز في الدوري بقى اكتر من البطوله افريقيا. تمام. طيب فنيا النهارده ايه اللي اختلف في الزمالك؟ هل في تحسن؟ هل في يعني ظهور بصمات لكارتيرون استغلالا لفتره التوقف؟ اعتقد ان الشغل اللي بان النهارده هاني الحته الشق البدني زاد شويه. شايف اللعيبه كلها بتشتغل بشكل كويس سواء في الهجوم وسرعه الارتداد. شايف ان في برضه بعض اللعيبه اللي على علامه استفهام، وانا شايف اللي هي لازم يعني تراجع نفسها للفتره جايه عشان تساير الاداء بتاع نادي الزمالك وخصوصا في الدوري. زي مين يا كابتن وليد؟ رقم واحد اوباما اللي جاب اول هدف، رقم اثنين بن شرقي. يعني انا شايف الاثنين دول لعيبه كويسه على مستوى عالي وبيكسبوا الزمالك في مناسبات كتير جدا. هنقول اوباما بيعوض بالاهداف اللي بيجيبها، لكن برضو الاداء بتاعه يعني لو ما جابش جون هيبقى الاداء عليه علامه استفهام، لكن هنقول هو احرز هدف. تمام. بن شرقي بقى اللي عليه علامات استفهام كتير جدا الفتره اللي فاتت، وان كان اللي هو كان حل من حلول الثلث الهجوم لنادي الزمالك في تخليص المباريات الكبيره يعني. ايوه. بس بقى له فتره كبيره بعيد عن مستواه، فاتمنى ان الفرقه مع يعني رجوع اداء اللعيبه الاثنين دول بالذات مع الاداء الجماعي اعتقد اللي هو هيضيف كتير جدا لقوه نادي الزمالك. تمام. طيب انت بتتكلم على ان المباراه اللي جايه انت عارف انه كده كده المولوديه والترجي من وجهه نظرك هتبقى الدنيا هاديه قوي، فالزمالك ربما يودع البطوله، فالاهم ان هو يركز في الدوري. طيب بتكلم بقى انا معاك على المهاجمين دلوقتي. انت عندك سيف الجزيري بيلعب في المحلي، وعندك مروان حمدي النهارده بيلعب اول مباراه ليه تحت قياده كارتيرون وما بيكملش مباراه، بيلعب شوط وبديله هو حميد احداد اللي لعب الشوط الثاني. شايف ازاي الاعتماد على المهاجمين؟ مين الانسب في وجود طبعا كمان رابعهم اسامه فيصل؟ اعتقد في الدوري المحلي احنا شايفين ان سيف الدين الجزيري هو الفرود المميز دلوقتي في هجوم نادي الزمالك، وان كان مروان حمدي انا شايف اللي هو برضو الولد مظلوم بنسبه كبيره. لانه اتحط حتى النهارده في مباراه لازم الزمالك يفوزها. أيوه. وهنقول ان مروان يعني مش لعيب دولي من قبل ما يجي المقصه. يعني ما لعبش في منتخبات ناشئين او شباب او اول،
زائد اللي هو انضم ودخل على نادي الزمالك، نادي كبير والنادي عليه جماهير كبيره، والسوشيال ميديا ممكن تقلب بتويتر تقلب الدنيا. فاعتقد اللي هو مضغوط نفسيا شويه. النهارده اخذ شوط اولاني، مش هنقول برضو ادى بالمستوى المطلوب، لكن برضو نحط في اعتبارنا انه برضو لعيب صغير وخايف، لازم احكم عليه 3-4 ماتشات ورا بعض واديه له الثقه على اساس اللي هو اضافه مع سيف الدين الجزيري. وان كان برضو ان في علامات استفهام ان اسامه فيصل مش موجود ويبقى فيه حميد احداد، دي برضو تبقى بترجع للمدير الفني كارتيرون اللي هو شايف ان اسامه فيصل كده بعده خالص، لانه ما خدوش معاه حتى في السفريه. ايوه. يعني برضو يعني الفتره اللي جايه هو سيف الدين الجزيري في المحلي. ايوه. ولازم يشرك معاه مروان عشان يديله الثقه يعني. تمام. كابتن وليد انا بشكرك جدا على وجودك معايا مره تانية، مبروك الفوز النهارده حتى وان كان لسه الامور تبدو بعيده عن الزمالك، لكنه فوز وصفه بالمهم الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. قبل الفاصل عشان نكمل شويه اخبار مهمه جدا قبل استقبال نجمنا الكابتن ضياء السيد، فامبارح عاد الدوري المصري الى الدوران بعد فتره توقف طويله كانت احيانا مريحه لكنها كانت في بعض الاحيان الاخرى ممله بالنسبه للمتابعين. رجع الدوري امبارح بمباراتين والنهارده بمباراتين، اربع مباريات كانت نتائجها زي ما حضراتكم عارفين. المصري النهارده كسب طلائع الجيش بهدف من ضربه جزاء فاز بيه المصري، ومن جديد عمر كمال عبد الواحد يصنع الفارق. امبارح كان دجله تعادل مع الانتاج الحربي 0-0، المقصه كان تعادل مع سموحه 1-1، واخيرا النهارده سيراميكا كليوباترا بيحول تاخره امام الاسماعيلي بهدف من ضربه جزاء الى فوز بنتيجه 2-1، منهم هدف التعادل برضه من ضربه جزاء، ثم هدف اول لمحمد ابراهيم هذا الموسم بيسجل به هدف ونقاط ثلاث لسيراميك كليوباترا تقربهم من المربع الذهبي وينهي بفريق سيراميك كليوباترا الدور الاول من مبارياته، لكنه بيخلي الاسماعيلي زيه زي الانتاج الحربي في المركز الاخير من جدول المسابقه حتى الان، وكلاهما يمتلك 11 نقطه فقط. التفاصيل هنقولها كمان شويه بالتفصيل الواضح لانه ما كانتش بس دي مباريات النهارده، احنا مجرد قلنا اهم الحاجات، لكن كل الدوريات كانت النهارده فيها كلاسيكوهات. يعني المانيا لايبزيج مع بايرن، في اسبانيا كان في فاينل الكاس النهارده كاس الملك، في فرنسا كانت قمه الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وليل، وغيرها من النقاط هنناقشها كلها بعد الفاصل سريعا قبل استقبال ضيفنا الكريم كابتن ضياء السيد. طبعا مفيش اداء، مفيش شخصيه نادي الاهلي، طبعا موسيماني اداء مفيش اسوا من كده اخر فتره، من رايي يعني نشوف مدرب جديد غير موسيماني، سقف الطموحات عنده وصل لحد كده، افضل يعني نراجع الامر في تجديد موسيماني. يعني انا شايف ان الماتش كان عادي، يعني كان الاهلي اصلا مطمن قبل الماتش ده ان سيمبا لو فاز على فيتا كلوب خلاص احنا صعدنا، فالاهلي النهارده كان بيلعب اي حاجه، وانا يعني مبروك علينا النقطه الحمد لله والشكر، لو هنفوز على سيمبا هنا 3-0 ان شاء الله. هو بس المشكله ان احنا في قبل النهائي نقابل الترجي سان داونز، الناس اللي هي الثقيله ديت، فهي دي هتبقى المشكله، ومحمد هاني النهارده مش موجود خالص، وربنا يسهل في اللي جاي ان شاء الله. احنا هنقابل خصم صعب في النهائي وربنا يوفقنا بقى في اللي جاي. النهارده كان ماتش صعب جدا واللعيبه نصها مش موجود والحمد لله ربنا وفقنا. والله النهارده الاداء مش اللي هو، بس الحمد لله رب العالمين على الصعود، وان شاء الله الفتره الجايه نعمل اداء احسن في دور الربع النهائي ان شاء الله. يعني الماموريه صعبه لكن ان شاء الله نعمل اداء كويس، يعني احنا واثقين في الفرقه بتاعتنا والاهلي طول عمره كبير، وان شاء الله هنحافظ على البطوله المره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله الماتش كان حلو يعني والحمد لله، بس اللعيبه كان اداءها ضعيف يعني، بس الحمد لله قدرنا نحقق 1 بونت. لا تمام الحمد لله حلو، بس الاداء ما كانش كويس، بس الحمد لله صعدنا يعني. يعني حاسس ان لعيبه النادي الاهلي كانت عندها ثقه زياده على اللزوم، يعني مش مستواهم، بس باذن الله اللي جاي احسن وباذن الله ناخد البطوله. اداء الاهلي النهارده طبعا ما عجبش حد خالص، لان احنا كنا متوقعين منه احسن من كده، بس اللعيبه فعلا ما عملتش اللي عليها. كان برضو يعني النهارده في كذا حد ما عملش اللي عليه، وموسيماني برضو يعني انت مستني تغيير في ايه؟ احنا عندنا الجنب اليمين ده اساسا النهارده كان بايظ خالص، وانت سايبه لحد اخر وقت
لحد ما عملت تغيير ظبطته في الشوط الثاني. طب سايب الشوط الاولاني ليه؟ الاهلي النهارده كان وحش ومستواه مش كويس، والخط الدفاع كان مش كويس. يلا كويس التعادل النهارده، ما نستحقش التعادل. اهلا بكم مره تانية في الماتش. النهارده للاسف تلقينا خبرا حزينا، وهو وفاه والد الزميل اسلام يوسف، الدكتور محمد يوسف رحمه الله عليه، زميلنا في البرنامج اسلام البروديوسر لبرنامج الماتش. النهارده انتقل والده الى رحمه الله، ربنا يا رب يرحمه ويلحقنا بيه جميعا في الجنه. خالص العزاء للزميل اسلام يوسف، وربنا يصبرك يا رب وقلبنا معاك يا اسلام. في الدوري النهارده مباراه سيراميكا كليوباترا مع الاسماعيلي انتهت 2-1، اول مباراه رسميه للكابتن ايهاب جلال مع الاسماعيلي منذ تولى المسؤوليه في الفتره اللي فاتت خلفا ليوفيتش. هان الاسماعيلي كان عامل شوط اول حلو جدا، ونجح في ان هو يترجم السيطره دي بضرب الجزاء يسجل بيها هدف التقدم عن طريق فخر الدين بن يوسف اللي كان قبلها جايب كره في العارضه قويه. والاسماعيلي كان فيه حيويه يعني وتقدم، لكن الشوط الثاني ضغط فريق سيراميك كليوباترا والكابتن هيثم شعبان المعتاد نجح في انه يحصل على ضرب الجزاء من وصول متكرر لمرمى المنافسين. اكتر فريق واخد ضربات جزاء من كتر ما بيوصل لمنطقه الجزاء في المنافس، سجلها احمد ياسر ريان قبل ما محمد ابراهيم ياخد كره اتقطعت من محمد حسن ودونجا، يتلعب من شادي حسين الى محمد ابراهيم اللي بيسجلها بسن رجله في شباك الاسماعيلي. وثلاث نقاط مهمه جدا لسيراميكا كليوباترا، لكن وضع مؤسف جدا بينهي بيه الاسماعيلي الدور الاول في مسابقه الدوري المصري الممتاز. المصري النهارده كسب على جانب اخر طلائع الجيش بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد هداف المسابقه، اللي رصيد فريقه وصل للنقطه 26 في المركز الثالث. سيراميكا كليوباترا في المركز السادس ب 24 نقطه، يعني مش بعيد خالص عن المربع الذهبي. خلينا لكم انه الكابتن مصطفى عبده بعيدا عن الاهلي والزمالك اللي هنتكلم بالتفصيل مع الكابتن ضياء السيد عنهم، استقال النهارده من منصبه في فريق غزل المحله كرئيس لشركه الكره، وقال ان هو بياتي لتعارض عمله كرئيس لشركه الكره بغزل المحله مع عمله في قناه الاهلي وصعوبه الجمع بينهما. طيب الزمالك بقى نطمن على الحاله البدنيه للاعبين والحاله الطبيه الصحيه يعني للاعبين ما بين زيزو صباحا وانتهاء بلاعيبه الفريق اللي لعبوا النهارده. معنا على التليفون من الجزائر الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي في الزمالك. دكتور اسامه اهلا بيك منورنا. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ متشكر حضرتك جدا. ببارك لك الاول الفوز المهم جدا وربنا يكملها على خير. الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا، ويا رب ان شاء الله لو ربنا كاتب لنا خير هيكون ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. طيب عايز الاول ابدا من الصبح، يعني زيزو فاجئنا بالصوره اللي نزلها وهو رجليه ملفوفه بكبيره وما كناش عارفين ايه سبب المشكله، فلو في تفاصيل طبيه اعتقد هيبقى الموضوع اوضح. لا هو زيزو امبارح اتمرن وكان كويس، بالليل اشتغل، يمكن في شغل بيعمله معايا مع دكاتره العلاج الطبيعي يتخلص. وبعدين قال لي، يعني قال لحد من الدكاتره ان هو رجليه واجعاه شويه. الدكاتره احنا فيها على طول ديلي ريبورت بتتعمل يعني، وانا رحت بصيت عليه. كانت حاجه بسيطه جدا، اديته حاجه للالم يعني، كان بيقول في حاسس بالم. الحته دي هي وش القدم تحت مفصل الكاحل، مش الكاحل. مفصل الكاحل ده عباره عن عظم كتير صغير في الحته دي. ربنا بيعمل خلقه خلق فيه كذا مفصل، يعني مفصل مفاصل صغيره. تمام. بيبقى صعب تحديدها قوي بايديا يعني، فموضوع كان بسيط امبارح. النهارده الصبح قمت على كلمني زيزو واحنا على الفطار، وبعدين قال لي حاسس شويه الم، دكتور الم زاد، وبعدين طلعت اطمنت عليه بعديها تاني، لا الالم كان شديد شويه، قلت ابتديت تورم شويه. دايما الحاجات اللي بتبقى اكسيدنت كده او من غير مسببات بتبقى حاجات انفلاماتوري او التهابات يعني. ايوه. بتحصل بتحصل اي سبب بقى، احنا هنسيرش عليه ونشوف السبب دي. تمام. بس هو اتحسن جدا برضه تعديلا، بس عشان الموضوع الكبير ده كذا حد قال انا ما عملتلوش كبيره ولا حاجه. تمام. ده حاجه زي بانداج كده، كومبريشن بانداج، بس تبطنا عشان خاطر اقلله الالم، وفي نفس الوقت ادي فرصه دي ما تشتغل، ما تغطهاش لو رجليها تورم او حاجه، دي سبيس للورم عشان الاوعيه الدمويه تبقى كويسه. والحمد لله هو اتحسن جدا،
واحنا رايحين المطار ان شاء الله هشيل له الكومبريشن ده، ممكن احط له اي حاجه سبورت عادي. وان شاء الله هو ان شاء الله يعني لما نرجع ممكن ابتدي اعمل او تمام. ايه المشكله فين بالظبط؟ بس انا شايف ممكن التهاب بسيط. هو بيقول لي في البرتغال حصلت معاه مرتين قبل كده القصه دي. بس يعني مش حاجه مقلقه ان شاء الله طبعا. كان في نسبه الورم مقلقه باي شكل من الاشكال بالنسبه لك بما انه في ورم؟ لا لا المقلق بالنسبه لي اللي خلاني اخد قرار انه انا دي سياسه مستر كارتون ان احنا لما بلاقيه مش 100% ما بحبش اخد مخاطره معاه. اللي كان مقلق بالنسبه لي شويه الالم. أيوة. هو زيزو كان بيتالم وانا حافظ كل اللعيبه عندي احفظهم كويس فبعرف يعني مين هيقدر يستحمل ايه. فهو كان متالم قوي فما يعني كان صعب ابنها وما بحبش على الموضوع بقى مسكنات طبعا والكلام ده ما بحبوش يعني. تمام. يعني كان القرار من بديه على طول. احنا خدنا القرار على طول مع مستر بيتون خلاص كده هيبقى تمام. طيب لما نزل الصوره بالوضع الظاهري قبل ما الاشعه تتعمل هل ممكن يلحق مباراه تونجت الاسبوع اللي جاي ولا شايف الامر ممكن يكون صعب؟ لا بنسبه كبيره ان شاء الله هيلحق. بنسبه كبيره هيلحق. طيب ممتاز. طيب طبعا دي ممكن يعني اكاد اصيبه واخته لان طبعا حياه الفحوصات ليها دور كبير في الشغل. بس انا ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن واحد لا هو هيلحق. طيب عبد الله جمعه كان مصاب وبعديها انضم للقائمه واتمرن يوم الخميس بس والنهارده شارك كبديل لشيكابالا، هل هو كان مكتمل تماما على مستوى الحاله البدنيه؟ على المستوى على المستوى البدني كان كويس لان هو كان لسه راجع من المنتخب وكان متمرن معاهم كويس وهو حس بمشكله بسيطه كده مع المنتخب. لكن كنت انا ودكتور محمد رايح دايما بيحصل لنا تواصل قبل وبعد تمام مواصلات. هو قال لي ان هو عمل له اشعه وطمن عليه بس انا زي ما قلت لك هو لما جالي هو اشتكى طمنت عليه تاني وبعدين عملت له شويه فحوصات تاني كان في شويه ميه بسيطه كده او ورم بسيط على العضله الضمه اشتغلنا ان احنا ننزله وابتديت ادخله تدريجي لحد ما دخل التمرين اللي هي زي هيكتب عليها فعلا كابتن الخميس على ما اعتقد يعني. تمام. ولما سافرنا هنا اللي هي اشتغل فيها دي والدنيا بقت كويسه ما كانش في مشاكل بالنسبه له خالص ونزل وكان كويس الحمد لله. طيب ممتاز. المثلوثي اخباره ايه؟ المثلوثي كويس الحمد لله. ما قصدي لا يعني صحيا ما فيش اي مشكله ما فيش اي اصابه عضليه او اي اصابه عنده؟ لا مصروفي ما عندوش اي اصابه هو كان حصل زي انكل سبين كده اتكحت والحاجه دي تبقى اون اوف كده يعني بس ما كانش في مشاكل خالص تمام ما فيش مشاكل طبيه. بالنسبه لمحمد عبد الغني كان عنده كدمه في الفخذ قبل كده لكن هل هو كان خلاص القصه بقت كويسه ولا لسه عنده اثار منها؟ لا مفيش حاجه خالص مفيش حاجه. طيب ممتاز. جنش بقى في المباراه النهارده حصل اي حاجه؟ جنش هو كان ظهره زي كرامب كده في عضلات ظهره وبعدين هو كان طالب حتى مني عايز بينج عمال يشاور لي بره وبعدين لما وقف لما الحكم اداله الانذار هو كان فعلا تعبان وفي الاخر عمل اوفر ستريتش كده على فوره دي كملت بقى عليه يعني بس انا نزلت هو فاتح حتى بعد الماتش كان نايم شويه في الارض الملعب نزلت بصيت عليه وان شاء الله هو دلوقتي ما احنا على 10 كنت بتكلم معاك بيقول لي لا ان هو حاسس انه احسن يعني وان شاء الله بسيطه حاجه بسيطه مش مشاكل. طيب ممتاز. حميد احداد كان حصل ارتطام ما بين راسه وراس مدافع المولوديه وكمل طبعا لكن بطمن لا ما فيهوش حاجه كويس ما فيهوش حاجه كلمه بسيطه مش طيب حاجة. عندي سؤال اخير ملوش علاقه بحاله اللاعبين لكن يعني اذا حابب تعلق عليه كنت انا عارف انه كان في مشكله على مستوى المكافآت من ساعه الكونفدراليه تحديدا في الجهاز الطبي فهل حلت او هل في نقاش ولا ايه اللي حصل؟ انت فاجئتني انا عشان كده مهدت لك لان انا عارف ان انا هفاجئك. بص طبعا انا المشكله ان الموضوع ما يخصنيش لوحدي انا راجل رئيس جهاز طبي مسؤول عن مجموعه المجموعه دي ليها حقوق لو انا حاجه شخصيه كنت هرد طبعا انا فوجئت جدا بالسؤال لو حاجه شخصيه مش هرد هفضل ان انا اختار الجزء الثاني من اجابه حضرتك ان انا لا مش هرد بس دي حاجه انا راجل مسؤول لا المشكله ما اتحلتش طبعا بس بنحاول فيها واتمنى ان لان الناس يعني تكمله للسؤال الناس بتتعب انا انا الشغل معايا صعب جدا جدا ورخم انا لان انا بحب انجح فبالتالي انا بضغط على الناس فبالتالي بقى دوري ان انا اجيب لهم حقوقهم او احققهم في مشكله طبعا ما اتحلتش لا واتمنى انها تتحل
لان في الاخر الناس بتتعب وبتجتهد عشان المكافآت والمقابل المادي، ولكن هم بيشتغلوا وهيفضلوا يشتغلوا وانا هفضل اشتغل. يعني احنا المكان ده ليه فضل علينا كل الاتجاهات، فما عندناش اي حلول ثانيه غير كده، ونتمنى فعلا ان الموضوع ده يتحل لان الموضوع طول وبقى صراحه. بس يا رب يتحل ان شاء الله. انا استكمالا للسؤال او للمعلومه اللي جوه السؤال، انه الجهاز الطبي بالكامل لم تصرف ليه المكافآت، وفي ناس عرفتوا ان هم اتصرفت ليهم المكافاه مرتين. لا بص انا ما اقدرش اعلق على الحاجات دي طبعا، دي مش تخصصي خالص. تمام. وما اقدرش اعرف حاجه. اه في اللي انا اعرفه ان في مشكله احنا بنطالب وبنسال عليها، بس مين حصل ايه؟ اه اللي انا اعرفه ان الجهاز الطبي فقط هو اللي ما صرفش مستحقاته، ومعانا المترجم والعمال المهمات ميلا وابراهيم بس يعني هم دول الناس اللي ما صرفوش. اتمنى المشكله دي تتحل، لان صدقني منظومه الكوره منظومه متكامله، كل واحد في اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول باللي صرف واللي ما صرفش والله ليه دور مهم جدا، وكل الناس دي بتشتغل وبتتعب وبتجتهد، فبالتالي انا شايف ان لازم الحاجات دي تتحل. بس في انا عارف ان في مشاكل يعني اجرائيه، اتمنى انها تتحل عشان الناس تاخد مستحقاتها. هو وانا بضم صوتي على صوتك، بل بالعكس ان هم قد يكون اكتر من يستحق الاشاده الجهاز الطبي والعاملين، لانه تحديدا على مستوى حاله اللاعبين الاصابات ما شاء الله ما بتطولش اذا وجدت. فبحييكم انا على مجهودكم، مش بس حضرتك كرئيس جهاز طبي انما الجهاز بالكامل، وربنا يعينكم يعني في الفتره اللي جايه اكيد. ما انا بشكر حضرتك ومبسوط من كلمه حضرتك قلتها. انا استحاله كمحمد اسامه اشتغل لوحدي، ما اعرفش اشتغل لوحدي في عمليات وانا بعمل عمليه بفتح رجل واحد بكشف في عيادتي. أيوه. لكن في تيم احنا منظومه. لو نجحت بالناس دي والناس دي ليهم دور، عشان كده انا لغايه اخر يوم انا موجود في الزمالك هحاول نجيب فوق لو قدرنا، لو ما كانش بقى يبقى ربنا يسر ان شاء الله. ربنا يوفقك. اخيرا عبد الشافي كويس؟ اكيد زي الفل. يعني الامر فني فقط حاليا بقى الموضوع. ممتاز. بشكرك جدا دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، وترجعوا بالسلامه. مبروك مره ثانيه تحقيق الفوز المهم النهارده على المولوديه بنتيجه 2-2 بيراميدز. على جانب اخر هيلعب بكره مواجهه مهمه مع الرجاء البيضاوي المغربي، فاختتم النهارده استعداداته لمواجهه الفريق اللي بيمتلك نفس عدد النقاط 6 من مباراتين، وبالتالي دي قمه المجموعه اللي أكيد إن شاء الله يتأهل منها الفريقين نفسهم إلى الدور المقبل. على مستوى الكرة المحلية، فالنهاردة المصرية للاتصالات تحت قيادة الكابتن هاني العقبي تأهلوا من الدرجة الثالثة إلى الممتاز به. مليون مبروك، 42 مباراة بدون خسارة، فالحقيقة إنه أداء ممتاز جدا، وكل اللاعبين والجهاز الفني بذلوا مجهودا كبيرا، فحمد الله على السلامة. فريق طبعا اعتدنا في سنوات سابقة نراه في الدوري المصري الممتاز. عالميا قبل الفاصل، فالنهارده مصطفى محمد شارك في مباراه فريق جلاتا سراي امام هاتاي سبور اللي خسر فيها جلاتا سراي 3-0، نتيجه كبيره قوي. مصطفى محمد لعب الشوط الاول وخرج بين الشوطين لصالح فالكاو اللي شارك كبديل. في انجلترا ومضطر نقول الخبر، ويست بروميتش النهارده فاجئ تشيلسي. تشيلسي تقدم في الدقيقه 27 بهدف حلو قوي بعد شوطه قويه جدا من الونسو، ولكن بوليسيتش كملها من القايم وتقدم. تمام الدنيا حلوه. انذار لتياجو سيلفا اللي اخيرا رجع يشارك، لكن يا ريته ما رجع يشارك، خد انذار في الثاني فاطرد في الدقيقه 29، فشكرا اتقلبت المباراه تماما. فنجح بعد كده بيريرا ان هو يتعادل في الدقيقه 44، وبعديها في الدقيقه 4 من الوقت بدل الضايع بيتقدم ماثيو، بعد كده هدف رائع على الطاير من كالوم روبنسون بقت 3، بعديها 4-0 لإمبايا ديان من نموذجية مرتدة، راح تشيلسي رجع بجول حلو بقت 4-2، قلنا بس الكامباك راجع، راحوا جايبين الخامس فشكرا جزيلا. انتهت المباراة 5-2، ودي أول هزيمة لتوماس توخيل بعد 15 مباراة، وهو قعد ماتشات كتيرة قوي بكلين شيت، 7 ماتشات متتالية، راح تقريبا يحوش عشان ياخدهم كلهم في مباراة واحدة. خسر النهاردة 5-2، تحدي كبير قوي. التوقف الدولي ممكن يبوظ لك الحسابات، فتحدي كبير قوي انك ازاي تفوق من التوقف الدولي ومن الصدمه بتاعت الخمسه دي عشان الدنيا ما تفتحش منك زي ما فتحت قبل كده من لامبرد. مانشستر سيتي خلى النهارده رسميا ليفربول يفقد لقب الدوري الانجليزي، لانه مهما حصل، مهما خسر سيتي كل ماتشاته وكسب ليفربول كل ماتشاته، الدوري مش هيروح لليفربول مبدئيا، لكن مش سيتي اللي خد الدوري،
ليفربول اللي فقد الدوري رسميا. كسبوا النهارده ليستر سيتي 2-0 وانتصار مهم جدا لفريق بيب جوارديولا اللي بيقترب خطوه جديده من تحقيق لقب الدوري الانجليزي. اما في ايطاليا فتعادل ميلان ايجابيا مع سامبادوريا، وانتر ميلانو اكيد مستفيد جدا من التعثر ده، خصوصا ان يوفنتوس كمان تعثر بالتعادل مع تورينو 2-2، بل وانقذ كريستيانو فريقه من الخساره بهدف سجله قبل 10 دقائق من نهايه المباراه. في اسبانيا انتر النهارده كسب 1-0 بالمناسبه في ايطاليا برضو، وبالتالي هو اللي بيبتعد عن الملاحقين. في اسبانيا ريال سوسيداد خدوا الكاس النهارده، مباراه اتاجلت من السنه اللي فاتت عشان يحضر فيها الجمهور، لقوا الكورونا طولت قالوا احنا كده مش هنقعد ناجل البطوله سنتين يعني، فلعبوها من غير جمهور وكسب ريال سوسيداد اتلتيك بلباو ب 1-0 في نهائي كاس الموسم اللي فات في ملعب، في المباراه اللي اتلعبت النهارده في ملعب لا كارتوخا في اشبيليه. هدف الفريق سجل من ضربه جزاء في الدقيقه 63 ميكيل اويارزابال. ده اللقب الاول لريال سوسيداد عموما من ساعه ما خد الكاس سنه 87. في الدوري الانجليزي من جديد النهارده محمد صلاح كان بيلعب ضد النني، صلاح سجل هدفا وساهم في هدف ثالث، انتهت بيه المباراه 3-0 لليفربول اللي بيرجع من التوقف الدولي بانتصار مهم جدا. جول صلاح حلو قوي بالضغط على جابرييل والتصميم على قطع الكوره، وان هو داخل بيضغط والكوره ما بقاش فيه مجال غير بزاويه واحده، فراح حاططها من بين رجل حارس المرمى دي ارسنال، ففاز ليفربول 3-0. وجوتا كان سجل الاول والثالث، وادي لقطه فيها النني، مش ده النني اللي هناك ده؟ اه النني مع ساديو ماني، النني وصلاح، لكن النني شارك كبديل وصلاح شارك طوال المباراه. طيب دي اخبارنا المحليه واخبارنا العالميه اللي اتكلمنا عليها. بالمناسبه في مكافاه اجاده فوريه للاعيبه الزمالك بعد الفوز. واخيرا في المانيا النهارده غاب ليفاندوفسكي للاصابه، فسجل جوريتسكا هدف فوز فريقه بايرن ميونخ على لايبزيج في قمه الدوري الالماني. الفارق كده دلوقتي بقى 7 نقاط لصالح البايرن على لايبزيج. وفي فرنسا النهارده المباراه كانت تمام، دي المانيا فرنسا كانت المباراه ما بين باريس سان جيرمان وليل، وفاز ليل بنتيجه 1-0 في ملعب الامراء، والفوز ده خلاهم بفارق 3 نقاط متصدرين عن باريس سان جيرمان. قبل المباراه كانوا الفريقين عندهم نفس الرصيد، ولكن مش بس دي القصه، القصه انه كالعاده نيمار اما ان تجده مصابا واما ان تجده مطرودا، والمره دي كان الاوبشن الثاني اتطرد بعد ما كالعاده تعرض لعرقله عنيفه من تياجو جيالو لاعب البرتغال، راح بعد ما عرقله عرقله فيها عنيفه يعني خد بيها انذار، راح نيمار قام زقه راح خد طرد، بقت انذار هنا انذار ثاني بطرد وطرد مباشر لنيمار، فخرج مطرودا وخسر فريقه مجهوداته. طيب دي النتيجه اللي خلصت النهارده وبس كده. بعد الفاصل هينورني الكابتن ضياء السيد نجم الكره المصريه والمدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني ومحلل برنامج الماتش في قناه صدى البلد. قبل الفاصل يوم 28/5 جهزوا نفسكم في ماراثون في مدينه مدينتي او في مدينتي في العاصمه المصريه القاهره. هاف ماراثون على اعلى المواصفات بينوي بيه المسؤولون في مدينتي ان هو ينافس على مستوى الماراثونات العالميه. نشوف التقرير ده عن تفاصيله وبعد الفاصل مع الكابتن ضياء السيد، خليكم معنا. بهدف تنظيم ماراثون للجري وفقا للمقاييس العالميه داخل مدينه مدينتي، وقع اليوم كل من المهندس عمر طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والأستاذ أيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة تراي فاكتوري بروتوكول لإقامة الماراثون في 28 من مايو هذا العام. إحنا في مجموعة طلعت مصطفى دايما بنهتم بتشجيع الشباب وبنهتم بالرياضة، ودي فرصة كبيرة جدا إن إحنا نعمل حدث عالمي زي ده. أنا أقدر أقول إن الأول مرة في القاهرة داخل مدينة هيتم ماراثون بالمعايير الدولية زي نيويورك وزي بوسطن، والشوارع هنا بتضمن عرض الشوارع بيضمن ان احنا نقدر ننظم الماراثون بنفس المعايير الدولية. نقطة البداية بتاعت الماراثون هتكون من هنا في الاوبن اير مول. الاوبن اير مول بيعتبر اكبر مول مفتوح في مصر على مساحة 404,000 متر،
والمول مكون من 8 مباني. المباني دي عبارة عن أكبر انترتينمنت سنتر موجود في مصر، ومجمع سينمات عملاق فيه 15 شاشة، وأكبر مبنى فود هول، وأرقى الماركات العالمية هتكون موجودة هنا معانا في الأوبن إير مول. بيربط المباني دي 4 ترامات معمولين مخصوص عشان المول هنا، وبيمشوا على مسار 3 كيلومتر، وجوه المسار ده في مساحات خضراء زي ما انتم شايفين، وبحيرات ومطاعم. ومن الاسباب الرئيسيه ان احنا اخترنا المول هنا ان هو يبقى نقطه البدايه، ان هو في 6000 باركينج سبوت يقدر ان هو يستوعب حجم السباق. طبعا تراي فاكتوري متخصصه في مجال تنظيم السباقات بقى لنا سنوات، جت تعاون مع مجموعه طلعت مصطفى ان احنا ننظم ماراثون عالمي في مدينتي، عشان في امكانيات قويه جدا هنا في المكان تسمح لنا ان احنا ننظم الماراثون بالشكل الدولي اللي يليق بمصر وبالرؤيه اللي احنا عايزين ننفذها من زمان. احنا نظمنا ماراثونز في حتت كتيره في مصر، بس امكانيات اللي موجوده في مدينتي هتساعدنا ان احنا نعمله بشكل يقدر يخلينا نوصل للعالميه الحقيقه فعلا يعني. فالشوارع الواسعه، الطرق المتقفله، خدمات كويسه جدا للمتسابق، فمتحمسين جدا للفكره دي. السباق هيكون فيه 3 مسافات، ال5 كيلو وال10 كيلو وال21 كيلو، مفتوح فيه المشاركه طبعا لكل الاعمار وكل المستويات. اهلا بكم مره ثانيه في الماتش، وجاء يوم من الايام الجميله لانه بينورني فيها الكابتن ضياء السيد نجم الكره المصريه والمدرب العام الاسبق لمنتخبنا الوطني. كابتن ضياء اهلا بيك. وحشنا هاني، بقالنا كتير والله. التوقف توقف ده توقف، اهلا بك هاني. دي من الحاجات الوحشه في التوقف الدولي. لا بالظبط، الواحد ما بيقابلش كابتن ضياء. ده انا ببقى سعيد بيك، كنت عارف يعني. انا كمان والله، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. يوم حلو، يوم جميل من كل حاجه يعني. حتى لو رحنا انجلترا هيبقى جميل. تشيلسي اتغلب 5 وصلاح سجل بقى طلع 18. فمن الحاجات الحلوه ان تشيلسي اتغلب كل، عشان بنذكر الحاجات الحلوه. الاهلي تعادل وتاهل، الزمالك عمل ماتش كويس جدا يعني، كان عنده شخصيه كويسه جدا يقدر يعيش لحد النتيجه بحاجه كويسه محترمه. كل حاجة يعني. أنا بعتقد العرض المبهر والقائمين عليه لازم نشكرهم بشكل كبير جدا. الحدث الكبير ده، نقل المومياوات، النقل المومياوات بصراحة حاجة يعني تفخر بالبلد وتفخر بالقائمين على الأحداث دي. مش عارف الناس، احنا يعني عندنا عقول جبارة هاني، ان احنا نعمل الاخراج ده، وكل المشاركين من ممثلين ومن، واكيد في جنود مجهوله. صح طبعا. لكن الجنود المجهوله دي دايما طالما مصريين، زي اللي حصل كده في المركب. صح. تحس انه اسبوع مليء بانتصارات المصريين. الحمد لله. طيب نبدا من البدري ونطلع فوق لغايه ما نوصل للساعه 11. تمام تمام، يعني ماشيه كده. ماشي. انا عايز ابدا من 3. من هبدا من 3 اكيد، مش هبدا من 1:30 عشان 1:30 كان تشيلسي بيشيل 5. لا ما ده خلاص احنا نقوله كده، ننوه عليه وخلاص. عشان الناس اللي بتحاول تغطي تبقى فاهمه يعني. اداء ولا اسوأ ولا اسوأ، ولكن رغم كده نجا الاهلي ربما من خساره قاسيه. هو بس هو مش بس نجا، هو كمان نجح في ادراك نقطه وتاهل. ما هي النقطه دي نقطه النجاه. شفت بقى ازاي كل المشهد؟ شفته مشهد سيء جدا. عارف كل مساوئ كرة القدم، الحاجات الوحشة اللي ما تحبهاش تشوفها في الفرقة، سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي. تاخد كده من أول الروح القتالية، اللي هي الحاجات اللي بتقول 1-2 الروح القتالية، واللعب الجماعي، والأداء الفردي المتميز، ولا كل الحاجات دي سيئة جدا. أداء المباراة سيء جدا. طبعا الاهلي نجا يعني، كنت انا حاسس ان كانت صن داونز هتتكرر يعني. الموقعه بتاع صن داونز اللي هي اسوأ نتيجه في تاريخ الاهلي افريقيا، مع الاستسلام الفريق، الاستسلام اللعيبه، مع كم الغلطات اللي موجود، اللي هي غلطات
غلطات مش عايز اقول بدائيه او هي غلطات، كم الغلطات اللي موجود كان يؤدي الى هذا. يعني احيانا لما كان بيحصل يدخل فينا جون او اتنين بيبقى في انتفاضه وروح عاليه وقتال لا بالعكس، ده انت بيدخل فيك جون واتنين وبيجي عليك بنالتي والمريخ بيضيع، والمريخ فرقه ضعيفه. صح. يعني برضو الناس ما تزعلش مني، مجموعه ضعيفه جدا. اعمل فيها اسوأ ماتشين؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، وانا البطل لازم الشخصيه تبقى موجوده، حتى لما يبقى في دروب ما يبقاش دروب جماعي. يعني الدروب الجماعي ده اسوأ ما يواجهه اي حد. انك زي ماتش غانا بالظبط. الدروب الجماعي ده دروب بيبقى سيء جدا يعني. لكن الناس بتقول احنا عدنا وتعادلنا واحنا سيئين، وهذا ميزه روح البطوله ودي ميزه ما تعجبكش. انا ما بشوفها، ما بحبهاش. ما بحبهاش توصل للعيبه بهذا الشكل. ما بحبهاش توصل للعيبه تنتقد ولازع على اللي انت شفته النهارده. ما ينفعش. انت ممكن ترجع، انت رجعت عشان فرقه ضعيفه. عشان الفرقه ضيعت بنالتي. ورجعت مش هيكرر مع فرق جامده. مستحيل هتعرف. فانت مش عايزه. هو كل حاجه ايه، انا كاهلاوي او كجمهور عايز اطلع ميزه في اليوم السيء، فعايز اطلع ميزه اركن عليها. لا خد بالك، لما تحاول تطلع ميزه ده مش مفيد الى حد كبير طول الوقت. لكن طول الوقت لما تواجه الحقيقه بشكل واضح، واللعيبه تواجه الحقيقه بشكل واضح. هو اللعيبه رجعت ليه في ماتش فيتا كلاب هناك بروح عاليه قتاليه وتركيز عالي؟ لان اتواجهت من خلال الاداره، اداره الكوره كلها على راسهم كابتن محمود الخطيب، اتواجه موسيماني بشكل كويس، ركز، عمل تشكيل، لعيبه اتحطت قدام مسؤولياتها بشكل كبير جدا. ظهر الشكل ده. لكن ان انا احاول اطلع ميزه علشان اتقل بيها مش شرط. ما هو هيرد قائل او هيكون في راي يعني بيقول لحضرتك انه ما هو على حسب انا عايز ايه من الماتش. يعني طول ما انا مضغوط عمرك ما هتشوف مني الاداء الوحش اللي انا شفته النهارده، لما بقى عايز اكسب هكسب. ده مش منطق، ده مش منطق كره القدم. لانك انت مش يعني على حسب المنافس بتاعي العب. الكره مش على مزاجك. الكره ليها دستور، ما تتكبرش عليها. لا ليها دستور، لازم تمشي. انت فرقه كبيره، لازم شخصيتك تقع مره كل فتره وتحاول تستعيد الشخصيه. لكن انا همشي اجيب الشخصيه في ماتش وبعدين تقع مني في ماتش وبعدين اجيبها في ماتش، وهتيجي في مره هيكون ماتش ده الدور اللي على الشخصيه اللي واقعه، هيجي الدور اللي هو يأهلك فمش هتأهل. هتعمل ايه؟ صح. القواعد بتاعه الكوره وبتاعه التركيز والمكسب وبتوعد الفرق الكبيره صاحبه البطولات قواعد ما تتغيرش. ما ينفعش تلعب فيها بالالفاظ. ما ينفعش تقول انا عدت وانا في أسوأ حاله وتعادلت وخدت نقطه، كنت هتاخد التاهل، هتتاهل. يعني نقطه تاهل، كنت ما تاهلتش الماتش ده هتاهل الماتش. انت كنت غلبت النهارده برضو كنت هتتاهل. ما انا يعني انا بفوز سيمبا على بيتا بالظبط تاهلت خلاص. فانا ما عنديش ميزه النهارده. ما حدش يقول لي ان بما انك اتغلبت اتنين لازم الناس تتحط قدام مسؤولياتها، سواء موسيماني او سواء اللعيبه كمان. اكتر الاكتر اللعيبه لازم تتحط قدام مسؤولياتها. ايه المستوى الفردي السيء لخط الديفنس كله؟ طبعا الشناوي ربنا يحميه الوحيد اللي بيحافظ والوحيد اللي هو هيتجنن يعني من من الاداء اللي موجود. هو فعلا كان هيتجنن. طبعا ده كان طبعا هيتخانق مع محمد هاني بالظبط كده. ما ده طبعا هو غلط. طبعا هو غلط، ولما نشير عليه انه غلط ما يتقالش لا ده عادي بيحصل في الكوره. ما هو بيحصل في الكوره، واللي بيحصل في الكوره ده بنقول عليه غلط. لازم نقول عليه غلط. في اوضه اللبس نفضهم. خش جوه الاوضه ونفض ككابتن فرقه. تمام. وكاداء سيء بيحصل. سواء مدرب او كابتن فرقه. أيوه. او كبار او حد كبير مسؤول في الفرقه ينفض الناس عشان يرجعوا لصوابهم ويلحقوا في الشوط الثاني. لكن طبعا مش في الملعب. مفهوم. انت واخد بالك، هو بيحصل في الكوره. أيوه. بس لما بيحصل في الكوره، لو حصل في ليفربول غلط، لو حصل في بلاش تشيلسي عشان ما نجيش عليه، ده بيحصل كده كده. فلو حصل في اي حته غلط. فلما يحصل في الاهلي غلط برضه. يعني احنا برضه ما ميزوش على انه ايه بيحصل في كل حته. لا هو غلط. صح. والشناوي عنده حق، بس في جوه اوضه اللبس. مفهوم. جوه اوضه اللبس يعمل، واللعيبه كانت لازم تتزعق لها، وانا متاكد ان ده حصل.
قد يكون أسوأ أو ما هو أسوأ من أداء الأهلي النهاردة، لأن ممكن تكون سوء الأداء ده يعني حالة لحظية وإن كانت ليها مؤشرات قبل كده إن احنا نوصل للمستوى اللي شفناه النهاردة، لكن الأسوأ إنه الأهلي فرط رسميا في قمة المجموعة، بمعنى إنه بالتالي هيلاعب أوائل المجموعات الثلاثة غير مجموعته إن شاء الله في القرعة اللي جاية. هل دي حاجة مزعجة بالنسبة لك، ولا البطل لا يأبه بمن يواجه في الأدوار التالية؟ لا يأبه طبعا، لا يأبه. يعني مش فارقة أول من تاني؟ لا، مش فارقة مع المفروض إنها مش فارقة مع فرقة النادي الأهلي. لكن أنت ليه بتسرب لي القلق؟ يعني أنت ليه تعيش نفسك في قلق وتعيش الجمهور في قلق؟ إنه ده أصل دي اتكررت تاني مرة. يعني ماتش فيتا كلاب هنا وماتش المريخ هناك وسيمبا هناك، انت وسيمبا هناك مزبوط. يعني دي اتكررت ثلاث ماتشات في مجموعه مقلقه مقلقه، لان وانت طلعت وعديت لانك انت بتلعب في مجموعه ضعيف. انا ما زلت مصر، يعني ما بخبيش، انت بتلعب في مجموعه ضعيف. الاهلي بالافراد اللي موجوده فيه اقوى بكتير، فأسوأ مش بنقول في أسوأ حالاته تتعادل، بس تتعادل عشان فرقه ضعيفه برضه. انت واخد بالك؟ لكن انت ليه تصدر القلق؟ الاهلي عايز تكسب، تكسب اي حد وبيكسب اي حد، انت واخد بالك؟ لكن في النهايه انا ليه اسرب للجمهور القلق، وليه يبقى في فقد ثقه ما بين الجمهور وما بين موسيماني؟ ليه نوصل لدي والامور سهله في ايدينا؟ مفهوم. بس طيب وليد سليمان رجع النهارده لاول مره من فتره طويله جدا، مكسب طول الوقت. وليد سليمان مكسب طول الوقت. وليد بقى عنده من الخبرات وعنده من الحاجات اللي يحسم امور في المباريات. الحاجه الوحيده الخبره اللي سقطت منه انه لما تعور في التسخين ما طلعش. صح، طبعا هي غلطه مشتركه، لكن هي دي قعدته 66 يوم. صح، انت واخد بالك؟ لكن طول الوقت فرقه وليد يفرق مع الفرقه. طيب سؤالي الاخير عن المباراه، شارك النهارده اثنين مهاجمين اساسيين، بتكلم على مروان ومحمد شريف، وخرج واحد منهم ونزل مهاجم ثالث ولتر بواليا. الاهلي لسه بيعاني من ازمه هجوميه وهيظل يعاني لحد امتى؟ الى ان يحصل على مهاجم يعني شغلته تسجيل الاهداف، مهاجم واضح ومعروف وسعره غالي ادفع فيه. واضح ومعروف، دي اللي هو ما تجيبليش لعيب تقول هيتألق. لا ما اقعدش اقول بقى اصله لسه، طب دخله بالتدريج. نقعد نضحك على نفسنا، ما هو احنا بنضحك على نفسنا. اصل موسيماني المفروض بدل ما كان يدفع بيه مره واحده، هو لعيب كوره، هو انا بدفع بيه برميه فين؟ ده بيلعب ماتشات سهله قوي، يعني بغض النظر عن بواليا. طبعا، لا انا بقول، انا هقول اللي انا شايفه، يعني بس لان انا يهمني مصلحه، انا بستفزك بس انا يهمني مصلحه النادي الاهلي. عارف والله النادي الاهلي لازم في مركز كواليتي. هو النادي الاهلي لما الديفنس اتظبط جاب بدري بانون، احنا بنتكلم على بدري بانون ايه؟ النادي الاهلي جاب صفقه صح، ظبط الديفنس اتظبط. ايه مشكلته النهارده؟ وبقت النهارده وحش، هو الحالات كلها. ليه الوحاشه دي؟ كان وحش النهارده، لكن ده ماتش من 20 ماتش لعبه بصراحه يعني، لكن هو مستوى عالي. فاحنا نقولها على طول الصفقه دي، لكن النمره 9 عايزه كواليتي من نوع تاني غالي، حضرتك تجيبه وتبقى قاعد مطمن يجيب لك 25 جون في الثلاث بطولات اللي بتلعبها. ما تقعدش بقى قاعد مستني انه برضو اللعيبه هتجيب، يعني دول هيجيبوا جوان، لكن الفرق لازم يبقى واضح. طيب. الفرق راس الحربه لازم حاجه فلافيو كده، عماد، حاجه غاليه يعني. طيب هل يحتاج الاهلي لحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي؟ لا، الاهلي يحتاج موليكا، حاجه كده، حاجه كده. من زمان انا قلت ان موليكا حاجه كده اتكلم معاه، ده اللي يتاخد فيه قرار ويخلص على طول. في حاجات كده تاخد فيها قرار، لكن بقى تجيب لعيب وتقعد ماشي وراه بالميديا بتاعتك وبجمهورك عشان تحميه من الحته دي وتحميه من انه هيجي هيقدر، تقعد مضيع وقتك. احنا ضيعنا وقتنا في موضوع سردباك ده كتير، لحد ما جبت اللي هي جبنا خمس ست سردباكات لحد ما وصلنا وحطينا في الحاجه الصح، والراجل ما شاء الله عليه. تمام. في مباراة إفريقية أخرى الزمالك صمم إنه يتمسك بالأمل حتى وإن كان لسه مش كله ما بين إيد الزمالك، وكسب المولودية في الجزائر 2-0. شفت إزاي اللقاء؟
شفت او سمعت يعني ما شفت كده هايلايت في الاخر، لانه انا كنت بتفرج على ماتش سيراميكا والاسماعيلي. الزمالك طبعا عمل متماسك اولا دفاعيا، خلى الناس اللي قدام تشتغل بشكل كويس. مظبوط. اللعيبه كانت انتشارها كويس جدا، موجود في الملعب، مستوى كل لعيب في مكانه كان عالي، معدي 7 من 10، فالمستوى الجماعي بقى كويس. الاجوال شكلها حلو جدا بجون اوباما وشيكابالا، فانا بشوف انه الزمالك اقوى يعني بكتير. شيكابالا ماركه مسجله، ماركه بتاع شيكابالا. القصه كلها في انك انت بتزعل، انت ضيعت ازاي النقط دي من يعني انت ازاي تعادلت مع المولودية وهي فرقه ضعيفه، فرقه ضعيفه بمعنى ضعيفه يعني، احترام للاخوه بلا اي حيله. لا لا لا، فرقه يعني ضعيفه يعني، احترام ليهم، لكن الفرقه ما انا بخش في الموضوع ما بقعدش بقى الف حوالين البتاع، فرقه ضعيفه جدا. هتقعد بقى تقول لي بلا حيله، ما بقعدش بقى تقول لا بلا حلول، لا فرقه ضعيفه. عشان كده المكسب الزمالك النهارده عادي، انا بشوفه عادي. لان هو يتعادل مع الفرقه هنا دي كانت كارثه. ده مش صح. بل والخساره من الترجي بالظبط، والخساره طبعا الزمالك ما كانش موجود غير ثلث ساعه يعني. فهي انت تعمل اللي عليك، على الاقل تطلع يتقال انك انت النهارده الناس جمهور الزمالك مبسوط بالفرقه. ايوه صح، مبسوط بالمكسب. انت ضيعت حاجات بايدك، انت جاي متاخر والموضوع في ايد غيرك، خلاص استنى بقى، لانك انت ما تلومش غير نفسك. صح. وما تاخدش لو كسبت الماتشين دول بشكل كويس، ما تاخدهمش على انك انت عملت اعجاز. لا بالعكس، ده انت طلعت من، لو الله لا يقدر يعني ان شاء الله الترجي يعني يكسب، انت ما عملتش اعجاز، انت عملت الحاجه العاديه خالص. الحاجه العاديه اللي المفروض كنت تعملها. طب هسالك كمدرب يعني، قدامك انك تطلع الترجي من البطوله باعتبار انه والله ده الترجي بتاريخه باسمه ببطولاته، ف مين وانا في ايدي، انت دلوقتي انت مدرب، انا مين، انا فرقه مين؟ سين، وعندك فرصة انك ما تكسبش منافسك لانك كده كده متأهل، وبما انك ما كسبتش هتطلع الترجي، فمش مش هتقابله في ادوار مقبلة، مش هياخد بطولة، هتعمل كده ولا لا؟ انا بلعب على الفوز عشان عايز الصدارة رسمي. الفير بلاي، العب على الفوز. اصل كابتن وليد صلاح عبد اللطيف دلوقتي في التليفون جزم، قال لي طبعا الماتش ده يخلص تعادل، قال لي رسمي تعادل. لا ما هو ده، لا ياخد نقطة الصدارة وده نقطة التأهل. بص ويطلعوك انت، ما تقعدش بقى تلوم الترجي. يعني ايه؟ صح، احنا ما نرميش بلانا على الناس. انت كده بترمي بلاك على الناس، انت حضرتك ضيعت. يتعادلوا يكسبوا اي نتيجه، انت مشكله حضرتك انت، واخد بالك؟ فاحنا ما نقعدش نهاجم في الترجي او نضغط عليهم او وكل الناس عندنا كلها ناس محترمه جدا وانديه كبيره وهتلعب على الفير بلاي. تمام. طيب زيزو ايه؟ نطلع ولا لسه زيزو؟ نطلع. زيزو النهارده اتصاب، فبعد الزملكاويه مش مرتاحين قوي لزيزو، مش مصدقينه، مش مرتاحين له في اي حاجه، حتى لو صور لهم رجليه، حتى لو الطبيب نفسه قال الحاله مش مستقره ما بين الطرفين جمهورا. بالعلاقه دي مش هترجع غير بالتعاملات اللي جايه. اللي حصل من زيزو واللي طلع واللي اتسرب وان عايز يزود عقده، وبعدين والده اتكلم، وبعدين طلع نادر كان عايز ياخد له عقد، فشاكين ان هو نادر عايز يوديه النادي الاهلي. كل الاحداث دي كلها اللي يقدر يغيرها وجود زيزو في التيم ولعبه كويس اللي هو متعود عليه واخلاصه في التيم. غير كده الجمهور مش هيغير نظرته في اللعيبه بسرعه كده. سؤال من الاسئله المستفزه اللي ما بتعجبش الجمهور، هل يحتاج الاهلي لزيزو؟ انا مش شايف ان الاهلي يحتاج زيزو فعلا. مش افضل من حسين الشحات؟ لا، حسين الشحات هيفوق حسين الشحات. امتى؟ لا هيفوق لعيب. ما هو ده سؤال لازم هو يلوم نفسه عليه. لازم، يا حسين انت عندك كره كويسه جدا ولعيب كويس، وانت جيت النادي الاهلي عشان انت كويس وجيت نجم. والنادي الاهلي انت ضحيت، والنادي الاهلي ضحى كتير. يعني ضحى كتير في السعر. انت سبت اجزاء من فلوسك وكل حاجه عشان في رغبه متبادله. النادي الاهلي لما يلاقي لعيب شريب هذا الشكل بيضحي كمان بالسعر الغالي. ايوه، لانه بيحب اللعيب اللي بيبقى عايز يبقى منتمي ليه بشكل كويس. انه لازم يزعل انه مش موجود في المنتخب. تمام. لانك انت عندك امكانيات توديك في المنتخب.
انتهينا من الكلام عن الاهلي والزمالك ونبدا كلامنا عن مباراه سيراميكا كليوباترا مع الاسماعيلي بمداخله مع المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا العائد للانتصارات واللي حصد ثلاث نقاط مهمه جدا النهارده الكابتن هيثم شعبان. كابتن هيثم اهلا بيك منورنا وحشني ومبروك. حبيبي يعني برحب بك طبعا وبرحب بكابتننا الكبير كابتن ديوس. مبروك يا هيثومه حبيبي يا كابتن. ماتش حلو مبروك يا راجل. على الاقل تعرف تضحك بس لحد يوم الاربعاء بس تضحك. اه والله يعني كام يوم كام ماتش كانت الدنيا الله يكون في عونك يعني. الحمد لله. فوز مهم جدا وخصوصا انه كمان جاي بعد تاخر تعادلت وحققت الفوز في توقيت ممكن ينصفه بالقاتل قدام الاسماعيلي في ملعبه في الاسماعيليه. فيعني ازاي ممكن تقول لي تحقق الفوز النهارده كابتن هيثم؟ والله يا كابتن عايز اقول لك ان احنا كنا بنلعب النهارده فريق كتير فريق محترم ارض لك النهارده الاسماعيلي فرقه محترمه وكاس فني على اعلى مستوى. شاب جلال بقول له ارض لك النهارده عمل مباراه جيده وغادر المباراه بشكل جيد جدا ولكن الحمد لله احنا كان التوفيق في حالفنا والحمد لله ربنا كرمنا خد 3 بونت. يمكن اشتغلنا النهارده على اخطاء من السابقه في المباريات السابقه كان عندنا اخطاء كثيره خلال المرحله اللي فاتت اخطاء منطقيه مجموعيه ضمن المرحله اللي احنا كنا فيها من بدايه الموسم واحنا ما عندناش اداء بشكل جيد للفريق المرحله اللي فاتت ولكن الاخطاء واضحه المهم ان احنا نكون عارفين اخطائنا فين وازاي هنعالجها وده الاهم من كده. والحمد لله اللعيبه عندها وعي بشكل كبير جدا وكانوا رجاله النهارده بشكرهم طبعا كلهم لان هم بشكل كبير جدا على مستوى الدفاع والمستوى الهجومي. ايوه وبحمد ربنا وبشكر ربنا في الاول والاخر. الحمد لله. طيب الشوط الاول كان السيطره للاسماعيلي وكان في تهديد اكتر بسجله ازاي تغلبت على ده في الشوط الثاني؟ والله احنا الشوط الاول احنا كان لينا سيناريو كده معين في بدايه المباراه ولكن احنا سبقنا بسيطره الاسماعيلي ويمكن احنا تراجعنا شويه في بدايه الضغط العالي من بدايه الجيم ادت ان احنا طبعا تراجعنا وصلنا نص ملعب بالكامل لفريق الاسماعيلي على اعتبار ان احنا مش عايزين نسيب فراغات ومساحات بينيه ما بين اللعيبه عشان ما نضربش الجول. ادى الكلام ده طبعا يعني ما كناش موفرين فيه قوي لان احنا ضربه الجزاء وقبلها ضربه الجزاء كان في كره في العارضه من فخر الدين مظبوط. فكان كان يعني احنا كنا عايزين نطلع من الشوط الاول على الاقل خالص ان احنا نخرج الصفار ولكن للاسف يمكن احنا اتاخرنا الجول في الشوط الاول لكن احنا كان ادائنا كان متماسك رغم ان احنا كان الافضليه مثل الاسماعيلي الشوط الاول أنا كنت متماسك لان احنا كنا سايبين المساحه دي برغبتنا. أيوه. مش غصب عننا يعني. ولكن دخلت بين الشوطين ده بهدوء خلاص قلت لهم الموضوع يهمنا دلوقتي نرجع للجيم نرجع الاول بالتعادل احنا على المستوى الاداء في جوه ارض الملعب والتماسك جوه ارض الملعب احنا بس مالناش تواجد هجومي بالشكل الكافي خرجنا من تحت بالكوره ما كانش احسن حاجه تحولاتنا في النص ساعه الخصم ما كانش احسن حاجه ما كانش لنا خطوره وما كانش لنا فرص خطره على المرمى الشوط الاولاني بالتحديد. مظبوط. قلت لهم احنا يهمنا جدا نعمل خروج بشكل جيد ونعمل تحول بشكل جيد في الثلث الهجومي للخصم وقلت لهم نزل هادين جدا في الثلث الهجومي واحنا نتعامل مع الموضوع. تمام. يمكن الحمد لله كان في تحسن نسبي مع التغييرات اللي تمت خلال الشوط الاول بين الشوطين يعني. ايوه. ويمكن الحمد لله الموضوع اللعيبه اللي بتلت زي نبيل محمود نبيل وزي شادي حسين وانفول وكل الناس بصراحه عملت اضافه قويه جدا وده كان الهدف او النجاح الكبير او المكسب الكبير النهارده في المباراه ان النهارده يكون عندنا دكه النهارده تقدر تعمل التغيير او تحافظ او تحقق الهدف من المباراه. قد يكون الحمد لله ربنا يعني. محمد ابراهيم الحمد لله طبعا محمد ابراهيم استحق مش بس عشان مباراه النهارده ولكن على مدار الموسم الدور الاول كله مزبوط. استحق النهارده ضربه الجزاء اللي حصل عليها والهدف اللي فاز بيه الفريق مش كده؟ الحقيقه محمد ابراهيم بيقدم مستوى مميز جدا السنه دي على من احسن المواسم دي السنه دي على مستوى الانضباط والالتزام والجديه والرجوله سواء جوه الملعب او بره الملعب وتكون بقى ادوار تكتيكيه على اعلى مستوى السنه دي استغلنا فقط المركز النهارده بالتحديد كان عندنا خلل امبارح في الشوط الاولاني عملت تغييره داخليه ادى فيها بشكل كويس جدا وحصل تحسن كبير بعد كده رجع لمركزه تاني الاصلي على طول احنا كنا عايزين نوصل لحاجه معينه من وجوده كجناح شمال في المباراه النهارده والحمد لله نجح ان هو بمساعده زمايله طبعا ان هو يحصل على ضربه جزاء ويجيب جول ادواره التكتيكيه عاليه جدا وبيقوم بكل الادوار التكتيكيه اللي بتطلب منه ده شيء يحسب له جدا كمان كل زمايله بصراحه
كل المجموعه بصراحه بيقدموا رغبه والتزام وانضباط سواء جوه الملعب او بره الملعب بشكل مميز جدا يعني. بشكرهم كلهم وبشكر طبعا محاور ريم وبارك له النهارده على الجول وعلى ضربه الجزاء. واحنا بنبارك لك كابتن هيثم. قبل ما اختم معاك انا عندي تعليق على حاجه لكن عايز اسمعها منك الاول، لو عندك يعني ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل، ايه اللي دار اثناء ما الزميله نانسي القاضي كانت بتجري الحوار مع حضرتك بعد المباراه؟ والله فوجئت بحد يعني مسؤول في استاد الاسماعيليه بيزعق بشكل مبالغ فيه جدا جدا واحنا بنعمل الحوار وبيقول لها ان ممنوع الكلام دوت ممنوع، وانا اكدت له ان هو مش ممنوع، احنا معلش بيننا ان احنا نعمل حاجه زي كده، احنا نعمل لقاء يعني خصوصا قناه صلاه البلد يعني بالتحديد. فهو طبعا كان اسلوب كان اجريسيف جدا وكان بيتعامل بشكل حاد جدا، وطبعا انا فضلت افوت الاشتباك دوت واقول لها خلاص خليها في وقت تاني يعني مفيش مشكله خالص. بس نفك الاشتباك دوت. طيب انا بشكرك على وجودك معايا وببارك لك مره ثانيه على الانتصارات كابتن هيثم، وربنا يوفقك دايما باذن الله تستحق، ومن وجهه نظري يعني افضل مدير فني في الدور الاول بما انك نهيت النهارده الدور الاول، ربنا يوفقك. طيب انا عايز اعلق على النقطه دي قبل ما اطلع بقى الفاصل وبعديها نتكلم عن المباراه بوضوح. يعني رساله للواء خالد فوزي مدير استاد مدير امن استاد الاسماعيلي، اللي حصل ده غلط خالص وما ينفعش ابدا يتم، لانه اولا الحوار اللي كانت بتجريه الزميله نانسي القاضي مع الكابتن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميك كليوباترا كان خارج ارض الملعب، كان عند الباركينج بتاع الاستاد، وبالتالي حتى في وجود بعض الشباب من الزملاء اللي بيصوروا بيعملوا حوارات عبر الموبايل، فلا وجود لاي مانع من اجراء هذه الحوارات، بل وتمت في كل الاستادات على مدار الدور الاول اللي انتهى النهارده كاملا. الطريقه والاسلوب العنيف ده اولا غير معتاد من المسؤولين المحترمين في الاسماعيلي والاسماعيليه، ثانيا هو غير مقبول واحنا لا نقبل بهذا الاسلوب. احنا تواصلنا معاكم كتير جدا وتعاملنا مع النادي الاسماعيلي بشكل متواصل كان دائما به كل الاحترام، فاللي حصل النهارده لا يقبله البرنامج ولا تقبله القناه ولا يقبله مقدم البرنامج، وغير مقبول وغير ولا يدل ابدا على التعامل اللي ما بين قناة صدى البلد وما بين مسؤولي الإسماعيلي المحترمين. فأنا بقول لك إنه اللي حصل ده غلط وما ينفعش وغير مقبول. فاصل وبعد الفاصل مع الكابتن ضياء السيد بقى نتكلم عن المباراة نفسها اللي حصل فيها 2 سيراميك كليوباترا 1 الإسماعيلي. اهلا بكم مره تانية في الماتش، تعالوا مع بعض نستعرض تشكيل الفريقين الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بعدها نشوف راي الكابتن ضياء السيد. النهارده الاسماعيلي صاحب الارض كانت تشكيلته في اول مباراه رسميه للكابتن ايهاب جلال كالتالي: في حراسه المرمى للدراويش محمد فوزي، قدامه مروان صحراوي ومحمد هاشم، على اليمين عبد الله جمعه، وعلى اليسار حسين السيد، في قلب الملعب كان محمد حسن ومحمود دونجا الاثنين اللي اشتركوا في هدف فوز الفريق سيراميكا كليوباترا، ومعاهم محمد عادل، في المقدمة أحمد شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف وأحمد مدبولي. أما الفريق الضيف سيراميك كليوباترا فعامر عامر حارس المرمى، خالد صبحي وطارق سامي وأحمد محسن ورجب بكار الرباعي اللي بدأ الموسم، أول مرة أعتقد يجتمعوا من جديد لأنه حصل تغييرات كتيرة قوي وهايلين خلال الموسم. حلو قوي إن أنا أسمع منك إن الدفاع هايل ممتاز. رجب عمران وتوني في قلب الملعب، محمد إبراهيم وصالح جمعة وميدو جابر، وفي المقدمة أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم كان بيلعب ناحية الشمال النهاردة. كابتن ضياء شفت إزاي بداية المباراة وإلى ما انتهت عليه؟ هيثم عمل حاجة كويسة أنا مبسوط بيها، إنه اتعلم من ماتش الزمالك. هو 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 نفسه قالها النهاردة. قال لك إحنا سيبنا للإسماعيلي ما حبيناش نفتح قوي، وده اللي أنا دايماً بقوله. أحياناً وأنت عندك عناصر متميزة وانت بتلعب فرقه ليها اسم وليها ستايل في اللعب، حتى لو كانت الاسماعيلي ما فيهوش المجموعه دي اللي موجوده، لكن وجود ايهاب جلال يقول انه هيعود اللعيبه دي على الستايل اللعب ده. فالتحفظ يا هيسومه مش وحش، تمام، ده نوع من انواع التكتيك والواقعيه اللي ممكن تخليك وخلتك فعلا انت ما عملتش احسن كوره لكن تحفظت واللعيبه ادت وضيقت مساحات بشكل كويس جدا. يعني نسبه الفرص تقريبا الفرصه الوحيده بتاعت العارضه
وبعد كده الاندفاع اللي في في ضربه الجزاء. لكن الديفنس ادى بشكل كويس، نص الملعب ادوا بشكل كويس، ما عملتش احسن حاجه هجوميا اقل، لكن كان عندك تحفظ. التحفظ ده مش عيب، هما مش وحش في الكوره، دي حاجه كويسه جدا ونوع من انواع التكتيك، وده انت عملته. والبنالتي مش مقياس انك انت عشان دفعت وتحفظت فانت اصبت بهدف، ده مش صح. ده مش صح. ده سوء تصرف من اللي عمل البنالتي. لازم تقول له كده، تقول له لا، لما تعيدها له تقول له المفروض ما تندفعش كده وتدخل كده. لكن الولاد كلهم عملوا التحفظ ده بشكل كويس جدا، ما كانش فيه احسن حاجه هجوميا، لكن ده ادى للضغط اللي بعد كده. طمع الاسماعيلي، الاسماعيلي فتح الى حد كبير. انت جبت الجون في الضغط بتاعك، انت تملك العناصر اللي تقدر تحول بيها اي ماتش. تملك العناصر زي ما انت قلت، اللي موجوده على الدكه واللي موجوده جوه الملعب. لما يبقى واحد زي محمد ابراهيم بالفورمه دي والناس اللي في نص الملعب واحمد ياسر ومعاك شادي بره ومعاك صالح، تقدر تغير نتيجه الماتش في اي وقت، لانهم نسبه الكوره والمهاره عاليه عند المجموعه دي. فنسبه الكوره والمهاره مع التكتيك بتاعك تقدر تبقى مؤثر. عشان كده محمد ابراهيم عمل البنالتي دي. شوف محمد ابراهيم وهو بيعمل البنالتي يا هاني، كم واحد في ال 18؟ صح، في اربع لاعبين قاعدين مستنيين. كم واحد في ال 18؟ يخلصوا بيه. مظبوط، ده ميزه. دي ميزه، لانك انت متاخر بهدف فعايز تتعادل، فتملك الادوات اللي تخليك تحط اربعه جوه ال 18. ايوه، بنالتي. الضغطه الممتازه بقى في الجون الثاني دي حاجة ولا أروع، يعني إنك تجيب، والعدد ده تعتبر هجمة كانت الإسماعيلي عايز يعملها منظمة. صح، عايز يعمل هجمة منظمة. وده أسلوب إيهاب، اللي هو دايما بيصر على إنه يعمل الهجمة اللي من تحت، اللي هو ده بيعمله مع كل الناس، بس هو ما لحقش يشتغل مع الإسماعيلي. أو وجهة نظر أنا، بيسيب بصمته طبعًا من بعد تاني أو تالت مباراة، يندمج وتلاقي النتائج. لا، أعتقد إنها هتبقى أنا 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 وجهة نظري، هو طبعًا بصمته وشغله هايل، لكن وجهة نظري لازم الدنيا تختلف مع الإسماعيلي، لأن الإسماعيلي مفيش وقت يجرب. لازم الناس كلها في الإسماعيلية بإيهاب أول واحد واللعيبة ومجلس إدارة يقتنعوا إن هم مش مطلوب منهم غير إنهم يقعدوا في الدوري. محدش يكلمني على نص الجدول. انت فاهم قصدي؟ فانا لازم، انا وجهه نظري، انا عارف ان ايهاب ما بيحبش يغير ده. لكن المفهوم هنا فيه خطر، المفهوم بتاع الاداء اللي من تحت طول الوقت، مفيش الكواليتي اللي يعمل لك استمراريه للاداء ده. في ثانيه هيعمل غلطه، في ثانيه الغلطه تيجي جون ما تقدرش تردها. ما تقدرش تعوضها. فانا بشوف انه هيثم قدم مباراه ما فيهاش احسن كوره، ايوه، لكن فيها تكتيك متوازن. حلو، التوازن ده ما بين، انا بحب انك دايما بتصف الطريقه الدفاعيه بالتكتيك، مش ان هي حاجه ممله او ان هي اجلي فوتبول. كتير يعني كتير جدا لما تسال حد تقول له انت دفاع، يقول لك لا انا مدرب هجومي، انا مدرب هجومي. انا يا عم، ما هي الدفاع مش اهانه، مش اهانه، صدقني مش اهانه. انا بقول انه دي حاجه كويسه جدا، ودي من الخبرات المهمه اللي هيثم بياخدها. انك انت بتشوف الماتشات وبتشوف الدنيا عامله ازاي، وبتشوف ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، رغم ان خد بالك الفروقات ما بين التيم الاسماعيلي وتيم الزمالك فروقات كبيره جدا لصالح الزمالك. مظبوط. تعال نشوف تقرير في لقاءات مدربين بعد مباراه الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا اللي اتلعبت في سد الاسماعيلي. احمد ربنا وبشكر فضله على ثلاثة بونت مهمين جدا بالنسبه لنا، لان احنا كان عندنا اخطاء خلال المرحله اللي فاتت تسببت ان احنا خسرنا ماتشين متتاليين، ويمكن الحمد لله عالجنا الاخطاء دي خلال التوقف اللي فات ده. يعني الحمد لله المباراه كانت على مستوى التكتيكي كانت عاليه جدا، كنا بنلعب فريق محترم، فريق الاسماعيلي فريق كبير وقدراته وامكانيات عاليه جدا، وبقول لهم هارد لك النهارده، وبقول لكابتن ايهاب جلال هارد لك. الحمد لله النهارده مكسب مهم لينا بعد خسارتين. الحمد لله كابتن هيثم اشتغل معانا وقفلنا على نفسنا كويس في معسكر مغلق في السويس، قدرنا ان احنا نعالج بيه اخطائنا اللي فاتت ونصحح الاخطاء دي، واللي احنا كويسين فيه بنزوده، فالحمد لله مكسب مهم لينا. ما كناش مستعجلين المكسب، يعني
احنا نازلين عارفين ان احنا ان شاء الله هنكسب في اي وقت، فما كناش مستعجلين، فكنا بنلعب براحتنا والحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب يعني في نهايه المباراه. ان هي نفس التعليمات، احنا نازلين الملعب عايزين نكسب، يعني جيب فينا جول مفيش مشكله، هنعوض اللي هنجيب الاول وهنجيب الثاني مفيش مشكله. نادي الاسماعيلي نادي كبير يعني، وماسكهم كابتن ايهاب برده ومدرب كبير، فالحمد لله يعني عملنا حسابنا كويس ان هم دي اول خطوه مع كابتن ايهاب، فهيبقى في برده مستعجلين ان هم يكسبوا، مستعجلين ان هم يرجعوا، فالحمد لله قدرنا ان احنا نحقق الفوز ونكسب، وعرفنا ان نكسب الماتش ازاي يعني الحمد لله. لا هنبدا ان شاء الله باذن الله الاستشفاء من بكره ونشتغل للماتش اللي جاي، ما فيش راحه يعني، احنا متفقين يعني مع بعض ان احنا ان شاء الله باذن الله نسعى في اللي جاي كل ماتش ان احنا نكسب ان شاء الله، وما فيش وقت للراحه. الحمد لله مكسب كبير على فرقه كبيره، فرقه عظيمه، جمهور عظيم، فرقه بقى ليها شكل تاني في الملعب، فبنقول الحمد لله ثلاث نقط مهمين وكنا محتاجينهم في الفتره دي، والحمد لله ربنا كرمنا بيهم. دي 45 الحمد لله قدرنا الشوط الثاني نعوض. كابتن هيثم تعليماته بين شوطين الحمد لله قدرنا ننفذها. 45 دقيقه كنا رجاله، الحمد لله فرقتنا ما بتيأسش ما بتستسلمش، دايما بنلعب على المكسب، فالحمد لله في الاخر ربنا كرمنا. التوفيق كان من عند ربنا طبعا، تواجدي في المنتخب اداني دافع ان انا اطلع كل اللي عندي، وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يكون افضل وافضل باذن الله. التنهيده دي اللي هي بتاعت كابتن ضياء السيد بسبب حاجه كنت بحكيها له، فاحكيها له تاني على الهوا واخد رايه، بس الاول تعالوا نشوف ماذا قال كارتيرون بعد الفوز النهارده اللي حافظ للزمالك على حقوقه في الامل في الاستمرار، وماذا قال موسيماني بعد التعادل اللي جه بعد اداء وحش لكنه صعب بالاهلي الى الدور المقبل. نبدا بكارتيرون. كارتيرون قال انه فخور جدا باداء اللاعبين في لقاء اليوم، وكان لدينا اسبوعان للتحضير والجهاز الفني ركز على الجوانب البدنيه والفنيه والنفسيه قبل اللقاء. قال ان الزمالك فاز في مباراه صعبه وكانت روحه اعلى في المباراه من الفريق الجزائري. قال كمان ان عارف ان فرصه الزمالك مش في ايديه في الصعود، لكنه سيلعب للفوز في المباراه الاخيره وينتظر لقاء الترجي والمولوديه. قال اذا لم يصعد الزمالك في حاله الفوز في المباراه المقبله فالاداء سيساعد الفريق في الدوري. متفق جدا في النقطه دي. قال انه ايقاف سامي فيريو مهاجم المولوديه جعل مهمه الزمالك سهله في لقاء اليوم، هو مهاجم خطير وكان بامكانه تسجيل اهداف. قال المولوديه فرصته في الصعود افضل لان الزمالك قبل لقاء النهارده كان عنده نقطتين فقط ولكنه حقق الفوز. رفض التعليق على اداء المولوديه وقال كل ما يهمني اداء فريقي. قال ان الكره الجزائريه تطورت في الفتره الاخيره، مستوى اللاعبين تحسن واصبحت المباريات التي يخوضها الفريق قويه امام اي منافس جزائري. اما موسيماني فقال الأهلي خاض مباراة قوية أمام المريخ والمواجهة كانت مفتوحة من الفريقين كما كنت أتوقع. قال إنه أهدرنا العديد من الفرص التي لو استغلناها لتغيرت نتيجة اللقاء. التعادل بالنسبة للأهلي والمريخ عادل تماما وفقا لأحداث المباراة. كابتن ضياء لا ولا حاجة من دي خالص. ولا حاجة. أدينا مباراة قوية إزاي يعني؟ قال عانينا من بعض الاخطاء وظهر البعض بصوره غير موفقه وما اثر علينا لهذا. دي حقيقة. ايوه تمام كده 100 100. لهذا اجريت اكثر من تبديل بالشوط الثاني، كنت اعلم ان المباراه لم تحسم في الشوط الاول واثق في قدره اللاعبين على العوده. قال ان الاداء اللي قدمناه النهارده بيحدث في كره القدم بشكل عام. دي كلمه بتزعل قوي كابتن ضياء لان هي بتفقد الاهلي هيبته طبعا مستقبلا. لا ما بتبقاش قريبه جدا، انت عامل اداء عالي جدا وبعدين يعني ماتش وماتش. قال رغم الخسارة أمام سيمبا استطعنا الفوز على بيتا كلوب وحققنا الهدف وهو التأهل، لا يستطيع أحد توقع بطل البطولة بناء على الأداء، مفيش فريق ضمن أو ضمن من تأهلوا على رأس المجموعات يتمنى مواجهة الأهلي، الأهلي فريق كبير يملك 9 بطولات إفريقية، تأهلنا رغم التعادل لنواصل مسيرتنا في مشوار الحفاظ على اللقب. عايز تعالى على أي حاجة من كلام الاثنين؟ لا لا كارتيرون اتكلم عادي خلاص خلصنا وشلنا. وموسيماني بس احنا مقدمينها طبعا عارف انه بيرفع الروح المعنوية لكن ما كانش أداء قوي. فلازم نواجه نفسنا بالأداء الوحش، لكن تأهلنا كان لازم نتأهل يعني واحنا متأهلين من قبل الماتش. طيب أخيرا امبارح كان معانا نتيجتين في الدوري سريعا جدا. وادي دجلة كان تعادل مع الانتاج الحربي 0-0 والاثنين في القاع مع الاسماعيلي. والمقصة تعادل مع سموحة 1-1. ماتش مش في ماتش المقصة وسموحة كان ماتش كويس قوي بالظبط، كان ماتش حلو. كان نفسي الجول بتاع باسم اللي اتلغى ده يجي، كانت حلوة قوي يتحسب جول ممتاز احمد عادل ميسي عرضية. لا 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 وكمية السرعة والتحرك اللي في الهدف صح كانت ممتعة بصراحة. عندك كلاب هاوس؟
انا بشوف حاجه كده بقول كلاب هاوس اللي شغالين عليها بس ما اعرفهاش يعني. ما تعرفهاش. صلاح محسن امبارح كان سهران بيلعب في الابلكيشن فالناس شافت الفيديو وبعتوا لكابتن سعيد ابو حفيظ فاستبعد النهارده من الماتش. بص اللعيبه لازم تبقى اذكياء، طالما انت هتستعمل السوشيال ميديا لازم تعرف انك انت الجمهور الاهلي هتلاقيه في ظهرك شايفك بتعمل ايه والساعه كام وليله ماتش ولا في اجازتك ولا والحاجات دي بتروح على طول. ودلوقتي ده دخل في اللائحه السوشيال ميديا دخلت في اللوائح بتاعت العقوبات فانت لازم تبقى فاهم ده بغض النظر بقى اللي المفروض اللي هو انا يعني اتكلم فيه ان انت لعيب كوره ومحترف وتركز في شغلك وانت لسه بتثبت نفسك وعندك حاجات كويسه بتعملها عايز تبني عليها بتاخر نفسك ليه تاني وتاخد عنك فكره مش كويسه انك انت مستهتر انك انت مش مركز مع الفرقه يعني حاجات يعني بيدي لا بيدي عمر مش ممكن. كابتن ضياء كنت وحشني جدا وانبسطت ان انا قابلتك ومبسوط ان احنا هنتقابل كمان 3 ايام ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله. وانا مبسوط بيك يا هاني انك دايما تجيبني وتخليني فنطلع من الحلقه ان شاء الله. شكرا يا كابتن ضياء. اشكرك يا هاني. شكرا ليكم انتوا كمان كنتوا وحشنا جدا في الاجازه. الحمد لله على السلامه. بكره ان شاء الله لقاء جديد الساعه 11 على صدى البلد. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتكوت. الى اللقاء. سقي الماء نعمل من أجل الإنسان.